الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد، حلقه جديده من ملوك الصالات. الحقيقه طبعا احنا ما قدرناش نطلع معاكم الجمعه اللي فاتت، طبعا القناه كانت مشغوله بتغطيه احداث يعني البطوله العربيه لكره القدم واللي بتقام كانت في القاهره واسكندريه. الحقيقه النهارده حلقتنا هتبقى جزئين اساسيين. الجزء الاول طبعا هيكون معانا نجوم او ابطال كرة السلة مواليد 2001، الحقيقة الجيل ده جيل مميز، جيل حقق بطولات محلية وكمان طلع حقق تاني أفريقيا وتأهلوا لكأس العالم. الجيل ده فيه مجموعة من اللاعبين مميزين جدا، مفروض إن شاء الله خلال سنتين أو ثلاثة هنشوف مجموعة كبيرة منهم في الفريق الأول. كان لازم نجيب اللعيبة دي وكان لازم نجيب النجوم دول عشان نحط الضوء عليهم، نعرفهم من قرب، نشوف طموحاتهم أحلامهم أمثالهم العليا مين لاعبتهم اللي هم عايزين يكونوا زيهم. الحقيقه كان لازم يكون معانا اللعيبه، هيكون معانا مجموعه منهم 7 لاعبين والمدير الفني احمد الجرحي هيكون معانا. ده بما يخص الجزء الاول. الجزء الثاني، النادي الاهلي الحقيقه الفتره اللي فاتت كمجلس اداره وكاداره كامله في النادي الاهلي حتى اداره النشاط الرياضي بيدوا دعم كبير جدا للعبه الاسكواش. الحقيقه الاسكواش لعبه مميزه في مصر، احنا برازيل العالم في الاسكواش، عندنا لعيبه كتير جدا، والنادي الاهلي الفتره الاخيره كان بعد كتير في الاسكواش، كان تراجع للسابع والثامن، ولكن يمكن السنتين ثلاثة اللي فاتوا الاسكواش رجع تاني لسابع عهده. وكان اخر دعم الاسكواش من مجلس الاداره هو توقيع بطل العالم كريم عبد الجواد للنادي الاهلي، وكانت مفاجاه كبيره ان هو طبعا فضل وجوده يبقى يكون في النادي الاهلي كلاعب محلي، يعني بالاضافه انه بطل عالم يلعب محليا للنادي الاهلي، ودي كانت بصراحه كان اكبر يعني درجات الدعم مجلس الاداره. في نفس الوقت طبعا على كل قطاع الناشئين في الاسكواش بيشهد برضو تحقيق بطولات على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي، كان لازم طبعا كابتن ناصر زهران المدير الفني للاسكواش بالنادي الاهلي يكون معانا، ويكون معانا مجموعه من اللاعبين ايضا اللي حققوا بطولات دوليه في الفتره الاخيره. طيب زي ما عودتكم برضو بيبقى عندنا في البدايه بعض الاخبار المهمه اللي تهم جمهور النادي الاهلي واللي حصلت داخل جدران النادي الاهلي. ابتدي بموضوع مهم، موضوع يخص كره اليد. الحقيقه اتحاد كره اليد احنا يعني ما عندناش مشكله نهائي ان يبقى في لوائح تحترم او لوائح بتتحط كل بيمشي عليها. اللي بيزعل ان لما يتحط لائحه او يتحط قانون او يتحط اسس والاسس دي تمشي على نادي ونادي لا. في الحاله دي هو ده اللي يزعل وهو ده اللي بيخلي الناس تتضايق. الناس دايما بتقول النادي الاهلي اللوائح بتتعمل له، لو هو بيستثنى من اللوائح والكلام ده طبعا ليس له اساس من الصحه. وهنشوف مثل في كره اليد، عندنا نادي كره الاتحاد اليد حط اسس ان اللعيب الدولي او اي فرقه في الممتاز ما ينفعش يبقى عندها 2 لعيبه دوليين في نفس المكان. ما ينفعش اتعاقد مع لعيب دولي اجيبه عندي في الاهلي وانا عندي لعيب دولي في نفس المركز. النادي الاهلي التزم بهذه اللائحه او بهذه الاسس. طيب مين اللي يقول ان اللعيب ده دولي واللعيب ده مش دولي؟ الاتحاد في اول كل موسم بيحط الليسته من 25 لاعب بيقول يا جماعه هم دول اللعيبه الدوليين بتوع هذا الموسم. فال25 لاعب دول لو بيتنقل لاعب من نادي النادي ما ينفعش اجيب اللاعب يبقى عندي دولي واجيب عليه لاعب دولي كمان. النادي الاهلي التزم، ضاعت من النادي الاهلي صفقات كثيره بسبب الاسس دي. خلاص ما فيش مشكله، قانون ويحترم. ولكن لقينا في المقابل نادي الزمالك نجح انه يضم مجموعه من اللاعبين في الباك رايت. الحقيقه النادي الاهلي عنده الباك رايت الاساسي هو احمد الاحمر، طبعا لاعب غني عن التعريف، لاعب كبير، لاعب مميز، يمكن من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ كره اليد. نادي الزمالك تعاقد مع اللاعب يحيى خالد لاعب نادي الجزيره وجابه السنه دي ب1,400,000 جنيه، رقم كبير. ويحيى كمان كان بيلعب مع نادي الزمالك السنه اللي فاتت، احنا عرفنا طبعا كابتن احمد الاحمر اتعور، يحيى انضم لنادي الزمالك لعب معاه في غياب احمد الاحمر. يحيى خالد محطوط في قائمه اللاعبين الدوليين لهذا الموسم، اذا تم استثناء نادي الزمالك من هذه اللائحه. عندي لاعب دولي اللي هو احمد الاحمر، جبت عليه الباك رايت كمان منتخب مصر يحيى خالد. مش كده بس، لا ده ضمه كمان اكرم يسري من هليوبلس، واكرم ايضا لاعب دولي. الحقيقه اللعبه بتيجي فين بقى؟ اللعبه بتيجي ان الليسته بتنزل 25 لاعب مش حاطين مراكزهم. انا عشان اقول لكم عشان الرد اللي هيتقال، والرد ده احنا عارفين رده ايه. هيقول لك والله ان اللاعب ده مش باك رايت. هيقول لك انا مش منزل مراكز في الليسته بتاعت اللعيبه الدوليين، مش منزل مراكز. فاللاعب ده بيلعب في، لا اللاعب ده بيلعب باك رايت اللي هو يحيى خالد، ولعب في كاس العالم اللي فات باك رايت، ومصر كلها اللي تفهم في كره اليد عارفين ان هو باك رايت. ونفس الكلام بالنسبه لاكرم يسري. طب ما احنا عندنا اسلام حسن في الاهلي عايزين نجيب لعيب دولي معاه، اسلام لما يعني محتاج لما بيريح او حاجه، بس مش قادرين نتعاقد عشان هو دولي، فما ينفعش نجيب لعيب دولي. احنا التزمنا، النادي الاهلي التزم، ولكن اتحاد اليد للاسف في الحاله دي بيكيل بمكيالين. احنا عايزين
ما بنزعلش من اي لائحه، ما بنزعلش، بالعكس تحترم طالما الدنيا ماشيه لقدام. ولكن اللي بيزعل ان اللائحه او الاسس اللي تتحط تبقى بمكيالين. وفي لجنه فنيه في اتحاد النادي لها كل الاحترام، ولكن يا جماعه بعد اذنكم احنا مش زعلانين من تطبيق اللائحه، ولكن نزعل لما اللائحه تتطبق على نادي ونادي لا. وفي نفس الوقت لما يكون انا ضاعت عليا صفقات عشان انا التزمت وكنت اولى الملتزمين بالتأييد من النظام الدولي. طبعا محتاجين رد، محتاجين يعني ان احنا نراجع تاني نفسنا في اتحاد اليد، نشوف ان ده يعني المفروض يكون في مسطره واحده كل الانديه ماشيه عليها. طيب عندي برضو الحقيقه خبر تاني يمكن بعيد شويه عن النادي الاهلي، يمكن من جولاتي اللي فاتت شويه. نادي الغابه احد الانديه اللي موجوده في مصر الجديده، النادي ده كان ليا يعني شرف ان انا زرته. النادي ده الحقيقه لقيت امكانيات قليله جدا، ولكن الناس خاصه في الرياضه وخاصه يعني في قطاع الرياضه كله وخاصه في كره السله الحقيقه الناس عامله شغل كبير جدا. انا لما بلاقي حد، احنا ملوك الصالات بنتكلم على كل الانديه ونقف يعني زي ما بيقولوا مسافه واحده، ولكن النادي ده بيشتغلوا بامكانيات قليله جدا جدا وحققوا نتائج عاليه. يمكن في البنات وصلوا قبل نهائي كاس مصر واحرجوا البطل، سبورتنج احرجوه قبل النهائي، شغالين بامكانيات قليله جدا، عندهم مجموعه من اللاعبين في كل الرياضات بالذات في الباسكت لعيبه على مستوى عالي. الحقيقه المهندس عمرو بركات عضو مجلس اداره ومعاه الكابتن تامر جمال اللي هو رئيس قطاع كره السله عاملين شغل كويس، وطبعا نتمنى ان يحصل دعم للناس هناك لان الحقيقه هم شغالين وبذلين مجهود كبير. طيب عندنا بعض الاخبار الثانيه برضو المهم ان احنا نعرفها اللي حصلت داخل جدران النادي الاهلي. طبعا عبوا لاعب الكره الطائره والضريب الكبير بتاعنا والسنتر بلوك بتاعنا الاساسي في الطايره الحقيقه عمل عمليه جراحيه لذلك كيس دهني، وانا يعني قابلته امبارح الحقيقه كان في التمرين، هو رجع الحمد لله التمرين، ولكن طبعا اكيد هنطمن عليه. ومعنا على الهاتف طبعا عبو لاعب النادي الاهلي الكبير ونجم الكبير. ازيك يا عبو؟ اخبار صحتك ايه؟ اخبارك انت ايه؟ والله الحمد لله تمام، كله تمام والله. طمنا عليك، يعني العمليه خدت وقت قد ايه؟ كان ايه تشخيصها؟ عملتها في التوقيت ده ليه؟ طمنا عليك يا عبو. والله يا كابتن هيثم المشوار الكيس الدهني ده بقاله اكتر من سنه ونص معايا، وانا السنه اللي فاتت كان عندي ماتشات مع النادي، في كل ما كان الكيس الدهني ده يظهر فكنت يعني بكسل او باجله لغايه لما خلصت مثلا الدوري، وبعد كده دخلت في الدوري العالمي كنت مستحمل كل ده بس عشان خاطر النادي، وبعد كده دخلت في المنتخب خلصت الدوري العالمي، وبعد كده قلت لما يجي لي تاني ان شاء الله هشيله. فبعد كده رحت قدمت ورا ودخلت المستشفى قالوا لازم يتشال، خلصت التمرين امبارح ورحت المستشفى المعلمين الساعه 12 بالليل، الدكتور شاله الحمد لله العمليه ما غابتش نص ساعه الا ربع، طلعت من الساعه الا ربع من العمليه فوقت كده يعني نص ساعه او ساعه ونص كده والحمد لله بقيت احسن يعني. الحمد لله الحمد لله على سلامتك، وانا شفتك امبارح في التمرين في الجيم كنت مع اللعيبه. ده مش غريب عليك يا عبو، الرجوله دي يعني الرجوله دي بتبقى في البطاقه يعني جينات بتبقى جوه الواحد، وانت يعني ما شاء الله عليك يعني لعيب راجل. والله الحمد لله ان انا موجود في النادي الاهلي، النادي الاهلي ده نادي كبير وانا بتمنى ان انا على طول ابقى على طول موجود فيه واعمل كل اللي اقدر عليه واسعد جماهير النادي الاهلي. والحمد لله حاجه بسيطه يعني ان انا اجلت شويه بس ان احنا لسه في بدايه السنه لسه الموسم ما ابتداش، فان شاء الله انا كنت قلت ان انا اعمل العمليه ديت عشان اتفضل منه يعني. ان شاء الله وباذن الله طبعا اكيد توقيت سليم لان طبعا منافسات واقفه عبو، وان شاء الله تعود يعني احسن من الاول. اللاعب عبو لاعب او نجم فريق الكره الاول بالطائره بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا والحمد لله على سلامتك، وده اللي عهدناك عليك لعيب راجل لعيب بتادي برجوله، ما يعني دايما ما بتشتكيش زي ما بيقولوا، دايما بتدور ان انت تكون في الملعب وبتادي بكل رجوله. الف حمد لله على سلامتك يا عبو. طيب عندنا كمان حسن عبد الجواد طبعا يتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى بلندن. تأهل اللاعب حسن عبد الجواد لاعب النادي الأهلي لألعاب القوى المشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 ل 14 أغسطس 2017 الجارية المقرر إقامتها بلندن. وجاء تأهل اللاعب من خلال تواجده ضمن قائمة أفضل 32 لاعبا على مستوى العالم. حقيقة يعني خبر يسعد كثيرا المهتمين طبعا بالالعاب الاخرى بالنادي الاهلي، تاهلوا جاي اوتوماتيك او زي ما بيقولوا يعني مباشره لانه من احسن 32 لاعب على مستوى العالم، وزي ما احنا عارفين النادي الاهلي يعني بيضم نجوم كتير جدا في العاب كتير وبنحب دايما بصفه مستمره نحط عليهم الضوء. الخبر اللي جاي بخصوص تنس الطاوله، تنس الطاوله في النادي الاهلي يحصد المركز الاول بطوله الجمهوريه، فاز عمر علام
في انطلاق اولى بطولات الموسم الرياضي لتنس الطاوله، لاعب النادي الاهلي بالمركز الاول فردي في بطوله الجمهوريه لليوم الواحد التي اقيمت بصاله استاد القاهره، وذلك لمرحله 15 سنه. كما فازت زميلته فريده محمد عبد الناصر بالمركز الثالث لنفس المرحله ناشئات، وفي مرحله 12 سنه حصلت هنا ايمن جوده على المركز الاول، بينما حصلت جنه محمد رأفت على المركز الثالث، وذلك بقيادة الكابتن طبعا أشرف عبد الفتاح المدير الفني والمدربين هشام إسماعيل ومحمد إسماعيل. ألف مبروك، يا رب إن شاء الله يكون موسم ناجح لتنس الطاولة زي ما كان الموسم اللي فات برضه موسم ناجح. الحقيقة عندنا لاعب الفريق كرة السلة أو يعني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة السلة مودي الجرحي، الحقيقة كان هيمضي لا هيمشي لا هيمضي، وأنا الحقيقة قابلت مودي في النادي الأهلي أكتر من مرة، ويعني هو أكد لي إن هو مش هينفع يلعب في أي نادي تاني غير النادي الأهلي في الوقت اللي جاي له عروض أكثر من العرض خارج النادي الاهلي مبالغ يعني مغريه، ولكن الحقيقه مودي الجرحي هو ما بيعرفش يلعب غير جوه بره النادي الاهلي، وانتظر طويلا حتى التجديد وخلاص، يعني مودي الجرحي اقترب بشكل كبير جدا لتوقيعه في النادي الاهلي. وصل مودي الجرحي لاعب الفريق الاول لكره السله اداء البرنامج العلاج الخاص به نتيجه اصابته في وتر اكيلس، حيث اقترب من العوده للمشاركه في التدريبات الجماعيه بصوره طبيعيه بعد خوضه لجلسات علاج بالموجات الصدميه خلال الايام الماضيه. وكان الجهاز الفني بقياده الكابتن طارق خيري قد رفع درجات الاستعداد للموسم الجديد من خلال التدريبات البدنيه والفرديه للاعبين لتجهيز الجميع بشكل مثالي الفتره القادمه. نتمنى كره السله السنه دي يكونوا طبعا على قدر كبير من المسؤوليه زي ما عودونا، الموسم اللي فات كان فيه شويه اخفاقات اصابات كتير، ان شاء الله السنه دي يكونوا موفقين ويكونوا على قدر طبعا يعني عشق جمهور النادي الاهلي لكره السله. صابر حسين او كابتن صابر حسين طبعا المدير الفني لفريق الشباب في النادي الاهلي بيطمن طبعا على خماسي المنتخب، حرص كابتن صابر حسين مدرب فريق الشباب لكره اليد بالنادي الاهلي على الاتصال بلاعيب الفريق المنضمين لمعسكر المنتخب الذي يستعد لخوض منافسات كاس العالم خلال الفتره القادمه. وجاء اتصالات مدرب الفريق لاطمئنان على الخماسي محمد زين وعمر خالد كاستيلو وخالد عصام واحمد راضي وعبد الرحمن طه في ظل تواجدهم مع المنتخب منذ فتره، وللتاكيد على دعم الجهاز الفني لهم في مهمتهم مع المنتخب الوطني للشباب. ويستعد الفريق للموسم الجديد بعدما خاض اربع اسابيع من الاعداد البدني، حيث يرتب الجهاز الفني المرحله المقبله من برامج الاعداد. الحقيقه يعني انا من خلال وجودي في النادي الاهلي بلاقي يعني خليت نحل شغاله، الفتره دي فتره اعداد المدربين كلهم بدون استثناء والاجهزه الفنيه بالكامل سواء ناشئين او درجه اولى على اعلى درجات الاستعداد. هيبقى موسم ايضا طويل هيبتدي من شهر 10 اللي جاي او 9 تبتدي المنافسات، نتمنى كل التوفيق للفرق، واكيد هيكون برضو هنحاول يعني نشوف النهارده نستعرض اخبار استضافه النادي الاهلي لبطولات افريقيا العديده سواء في الطايره او في اليد اخبارها ايه، خدنا خطوات فيها ولا لا، هنحاول نعرف لكم ده من خلال برنامجنا. هطلع مع حضراتكم فاصل يعني سريع وهنرجع مع كابتن ناصر زهران طبعا المدير الفني للسكواش في النادي الاهلي، وهيكون معانا يعني اثنين من ابطال او ناشئين النادي الاهلي اللي حققوا بطولات مؤخرا، نحط الضوء على الاسكواش الاستعدادات البطولات الدوري العام اخباره ايه معاهم. فاصل سريع وارجع لحضراتكم. الحقيقه بلدنا جميله جدا، شفنا الفيديو اللي فات فيديو قناه عاملاه طبعا لتشجيع السياحه، طبعا مصر فيها اماكن كتير جميله، الحقيقه بنصرف الاف الدولارات عشان نطلع نشوف الدنيا بره في الوقت اللي مصر يعني الحقيقه فيها كل شيء بتدور عليه. نتمنى طبعا ان السياحه ترجع زي الاول واحسن لان مصر تستحق كده. وزي ما احنا شايفين مع حضراتكم كمان كؤوس ماليه الاستوديو، انضم لنا طبعا نجوم السكواش بالنادي الاهلي لعيبه صاعده واعده ليها مستقبل باهر، وكمان لازم نرحب بيهم في الاول، برحب بكابتن ناصر زهران المدير الفني للعبة الاسكواش بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا يا كابتن هاشم، منورنا في الاستوديو. لا نور حضرتك، شكرا جدا. انضمنا كمان في الاستوديو اللاعب عبد الله عمرو لاعب النادي الاهلي تحت 15 سنه، واللي حقيقه حصل على بطوله المانيا وتاني بطوله هولندا من حوالي 10 ايام، بطولتين كانوا مهمين ومثل فيهم تمثيل رائع. اهلا بك عبد الله. اهلا، منورنا والف الف مبروك. الله يبارك فيك. انضم لنا طبعا لاعب النادي الاهلي اللي انضم حديثا تحت 19 سنه للنادي الاهلي مصطفى عسل، احد اللاعبين المميزين وخامس العالم برضو يعني من فتره قريبه كان بطوله العالم في نيوزيلندا،
حصل على المركز الخامس. مصطفى الحقيقه تاريخه كله مليء بالبطولات والكؤوس. منورنا مصطفى في الاستوديو. اهلا بينا. يعني ان شاء الله مع وجودك مع النادي الاهلي بقى ان شاء الله الكؤوس تزيد وتبقى الضعف ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الحقيقه اروح لكابتن ناصر. كابتن يعني السنه دي كان في دعم جديد من مجلس الاداره، كان في تخطيط جديد، يعني كلمني على الصفقات الجديده اللي حصلت في الاسكواش، وكلمني كمان عن الدعم اللي تلقيته من النادي الاهلي. طبعا انا اشكرك على الاستضافه ديت، وده يعني قناه الاهلي طبعا متابعه لينا وعامل اساس لينا في تشجيعنا للي احنا وصلنا ليه. طبعا الحمد لله. ده مكانك. انا لو بتكلم على الاسكواش يعني الحمد لله الاسكواش كان احنا انا بقالي سنه موجود من شهر 7 اللي فات، انا قعدت شهر احنا اول 8 يعني بقالنا سنه بالظبط. الحمد لله كانت سنه مليئه بالانجازات واللعيبه طبعا عملوا مجهود فظيع جدا. طبعا يمكن السنه اللي فاتت ما كانش في اي تعاقدات عملناها على اساس نبدا بلعيبه النادي، كان في بعض اللعيبه انضموا لينا طبعا لزياده مستوى اللاعبين. الحمد لله حققنا السنه اللي فاتت 89 كاس وطلعنا المركز الثالث في الدرع العام في الاسكواش بعد ما كنا سابع وثامن، فده كانت اضافه صحيح. لينا دي ادت انطباع جيد جدا لرئيس واعضاء مجلس الاداره ان الاسكواش بدا يحط اولى خطواته الحمد لله على عرش الاسكواش من اول جديد. انت عارف الاسكواش في النادي الاهلي كان متسيد وكان كابطال العالم صحيح. كلهم كانوا صحيح. موجودين منه. فطبعا كان في كام سنه كده كان فيها حصل فيها دروب في الاسكواش. طبعا دي مش نتيجه ان اخفاق او تقصير من اعضاء مجلس الاداره والرئيس، لا كان ما فيش ملاعب عندنا وكنا بنتمرن بره وكانت العمليه مفككه شويه، فبدانا في الارتباط بعد ما بقى عندنا الدعم. اول خطوات الدعم ان الملاعب انتهت الاسكواش، احدث ملاعب اسكواش عندنا في النادي دلوقتي مجمع الاسكواش دوت، والكل يعني بيشيد بيه طبعا. وانا بشكر المجلس الاداره ان هو يعني خلص المجمع دوت اثناء تواجده طبعا يعني الحمد لله. فكان دي الطفره اللي بدات بين ان احنا السنه دي ان شاء الله ندعم فرق النادي بلعيبه مميزه جدا يعني. وحقيقي كان في استجابه من بعض اللاعبين من الانديه الاخرى. طبعا كنا قبل كده لما نيجي نتفاوض مع حد يبقى يعني صعب زي ما تقول يعني. صعب نجيب لعيب لان ما عندناش ملاعب ما عندناش يعني ترتيب عالي، بس دلوقتي بقى الموضوع اسهل بالنسبه لك يعني. يمكن السنه دي جالنا حوالي 26 لاعب عايزين ينضموا لمنظومه النادي الاهلي ما شاء الله. الحمد لله يمكن النادي الوحيد اللي هو ما فيش ولا لعيب فكر ان هو يطلع بره النادي الاهلي صحيح. على مستوى الانديه كلها صحيح. فده بيعتبر لنا انجاز كبير جدا ان جالنا طبعا على راس صحيح. القائمه دي طبعا قبل مصطفى طبعا لازم نجيبها بالترتيب الكريم عبد الجواد بطل العالم ودي يعني كانت في منافسه بيننا وبين بعض الانديه على ان هو كان نادي سموحه كابتن كان نادي سموحه بالظبط كده. العرض كان افضل من عرضنا وكان لكن ارتباطه معانا بالكلمه وحاسس ان النادي الاهلي دوت نادي عظيم ونادي كبير وهيضيف له زي ما هيضيف لينا طبعا، فكان الموافقه ان هو يلعب للنادي الاهلي باقل مما كان هياخده بره طبعا. صحيح. وكمان برضو يا كابتن يعني في موضوع انا حابب افتحه في البدايه برضو ان هو احنا بنقول يا جماعه يعني دايما النادي الاهلي هو اكتر نادي بيلتزم باللوائح وبيلتزم لاي قرارات بياخدها اتحاد اليد. برضو في اتحاد الاسكواش طبعا كابتن عاصم خليفه رئيس الاتحاد برضو يعني جه على النادي الاهلي دايما بنقول النادي الاهلي عايز مسطره يمشي عليها وهيكون اول الملتزمين باللوائح. الحقيقه حصل مشكله ما بين اثنين لعيبه، كان مصطفى السرياتي اللي هو السرياتي لاعب نادي الصيد، ومشكله ما بين زياد صقر لاعب النادي الاهلي. الحقيقه كانت مشكله جوه الملعب، اتوقع عقوبه على مصطفى لاعب نادي الصيد مباريتين وخصم 50 نقطه على الرانك بتاع زياد. فوجئنا طبعا بقرار منذ ايام قليله ان اتحاد السكواش رفع العقوبه على لعيب نادي الصيد وترك العقوبه على لاعب النادي الاهلي. الحقيقه يعني طبعا احنا يعني الانتخابات قربت، بس يعني يا ريت يعني يبقى برضه في حد ادنى بالالتزام. انا قلت قرار لو هرفع العقوبه ارفعها من على الاثنين، يعني كابتن ناصر قبل الهوا بيقول لي انا مش عايز العقوبه تترفع على الاثنين، انا عايز العقوبه تفضل على الاثنين زي ما هم قالوا. ما احناش بنقول مثلا شيل العقوبه من علينا او غيرنا، لا، ولكن ان العقوبه تترفع من على لاعب عشان يعني لا ايا كان الانتخابات قربت او ما قربتش لازم نكون العدل والقرارات. والنادي الاهلي دايما بيقول انا احط مسطره واحده وانا همشي عليها، ولا رايك يا كابتن؟ هو طبعا رايي قبل ما اقول هو اللاعب مصطفى ده لاعب مميز جدا وبطل وليه مستقبل عظيم جدا زي زياد بالظبط، الاثنين لا يختلف ان هم مستواهم عالي جدا طبعا يعني، لكن طالما حصل عقوبه لابد ان نحترمها. صحيح. ده المقصود منها، مش مقصود ان احنا نهاجم لاعب او نقول احنا ضد اللاعب خالص، لا احنا بنقول مسطره واحده. احنا ولما بنيجي نتكلم ده في لاعب طرف من النادي الاهلي في الموضوع يعني، فاحنا بنقول احنا نتمنى ان لما يبقى في عقوبه دي مش الحكايه دي درس لاي لاعب فيما بعد، ان لو حصل حاجه انت هتتوقف
ومش هتلعب اول بطولتين. فقطعا يعني انت ما تاخد قرار من شهر 4 والقرار ماشي كل يوم محطوط على السايت بتاع لجنه المسابقات اللاعب موقوف 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 مره واحده روح اللقب متشال. الناس كلها فوق انا ما كنتش اعرف حتى كمان يعني انا عارف ان هو موقوف الراجل ده يعني مش ممكن ابدا يتشال. لا طبعا يعني هو يعني انا القرار اللي جاني بقول لك ايقاف مع وقف التنفيذ. ازاي يعني؟ هو القرار كده مكتوب كده فعلا والله والله مكتوب كده ايقاف مع وقف. ما معنى كلمه وقف التنفيذ؟ اي حاجه تحصل منه مره اخرى يطبق التنفيذ. طب ازاي كمان؟ يعني برضه حاجه حاجات غريبه بتحصل وبرضه يقول لك النادي الاهلي بيميز والنادي الاهلي ما بيميزش. لا النادي الاهلي بيميز خالص. احنا عايزين تبقى العدل بس اساس الملك. احنا عايزين العدل للناس كلها صحيح من كده وينطبق على الجميع بما فيهم النادي الاهلي طبعا. واحنا بنضم صوتنا لصوتك ويا رب يكون حد سمعنا وتحدي الاسكواش ويبقى الموضوع ده محطوط في الاعتبار. روح لك يا عبد الله يعني انت بطل المانيا وتاني هولندا ما شاء الله. قول لي بقى انت يعني ما شاء الله انت بطل يعني انا متابعك وانت صغير وماشي كويس يعني انت البطولتين دول سافرتهم ازاي؟ انا عارف بتطلع من المانيا على هولندا كنت عارف ان انت هتحقق ده ولا لا؟ هو يعني الاول كنتش مصنف في البطوله يعني انا اول ما دخلت كنت مصنف تقريبا رقم 17 على البطوله فيعني بطوله المانيا بطوله المانيا 17 فبدات يعني البطوله وحطيت في دماغي ان مش لازم التصنيف بس هو اللي يخليك تكسب البطوله فيعني بدات يعني من اول ماتش فضلت مركز يعني ان انا لازم افضل من اول ماتش شغال كويس لغايه اخر ماتش يعني من اول ماتش لغايه اخر ماتش انا مركز في البطوله الحمد لله يعني ربنا اكرمني ويمكن ده حسن تصنيفي في هولندا يعني كان تصنيفي من 3 و4. بس كان معاك لعيبه مصريين يا عبد الله؟ كان معايا ثلاث لعيبه مصريين عمر علي عزام وعمر توفيق واحمد غرابه. انا ما لعبتش غير عمر علي عزام في 16 ويعني كان بالنسبه لي ده مالتي باتش كويس كسبت 3-2. ما هو طالما ترتيبك ال 17 يبقى اكيد قرعتك كانت صعبه. اه يعني اكيد قرعتك مع ذلك تخطيت كل ده وقدرت توصل للفاينل وكسبت الفاينل الحمد لله. طيب وطلعت من المانيا على هولندا تقريبا غالبا هم بيبقوا نفس اللعيبه اللي بيشاركوا في البطولتين. اه غالبا يعني هم نفس اللعيبه فرق بس لعيب واحد شارك بس هو ما كانش يعني جامد قوي يعني هو برده يعني في بطوله هولندا كان برده درو كان مش كويس قوي لان انا برده ما كنتش مصنف رقم 1 او رقم 2 بس يعني كان طبعا احسن من بطوله المانيا يعني لان درو. دي صور ليك يا عبد الله معلش قطعتك دي انت هناك وانت هناك دي صحيح؟ اه. طب احنا عايزين الشنطه دي يا عم عبد الله. لا بس حاجه جميله يعني ما شاء الله دي صورك وانت جوه الملعب. ده كانت المباراه النهائيه دي ولا كانت ايه يا عبد الله؟ لا دي كانت سيمي فاينل. سيمي فاينل ما شاء الله. ده قبل المباراه ولا بعد المباراه؟ لا بعد. قبل؟ بعد المباراه. يعني كنت كسبت خلاص. اه كسب اه خلاص هو شايف الابتسامه وبتاع ودي كؤوس طبعا خدتها اكيد يا عبد الله. دي جوه النادي الاهلي دي ولا دي هناك؟ لا هناك. دي هناك برضه. هناك ها؟ طب قول لي النادي الاهلي. اه. طب ودي برضه دي لحظه تدويج بقى دي في هولندا. اه خدت الثاني. اه طب قول لي انت يعني برضو انا عارف انت لعيب مؤدب ما شاء الله عليك يعني ويعني بتسيب انطباع كويس في اي حته بتروحها يعني شايف طموحاتك ازاي يعني عايز تبقى ايه يعني برضو خلي بالك السكواش فيه منافسه جامده جدا انت عايز تبقى ايه؟ يعني طبعا نفسي ابقى الاول على العالم طبعا يعني كل واحد نفسه يبقى كده بس طبعا يعني هو بالتمرين يعني ان شاء الله يعني افضل مرن كويس يعني زي ما انا طبعا كابتن ناصر يعني طبعا مركز معانا في النادي يعني ان شاء الله يعني نتحسن. اكتر توجيهات بيقولها لك كابتن ناصر ايه يا عبد الله؟ يعني ان انت ما تركزش مع الحكم قوي يعني الحكم ممكن يغلط ممكن يعني يبقى كويس ممكن يبقى وحش يعني برده لازم تركز في الملعب وفي اللعب اللي انت فيه. كابتن ناصر طبعا حكم دولي كبير جدا وحكم عالمي كمان مش دولي بس حكم عالمي فلما بيديك نصيحه زي دي يبقى اكيد شاف حاجه بتاثر عليك في الملعب. طب وانت بتنفذها ولا لا؟ طبعا. كابتن ناصر قاعد معانا اهو. طبعا. لا ان شاء الله انت يعني انا متفائل لك بمستقبل كبير ان شاء الله. الله روح لمصطفى بقى. مصطفى الكبيره ان شاء الله الساطع باذن الله. يعني قول لي طيب انت بطوله العالم يعني قول لي على مدار تاريخك كده تاريخك مع بطولات العالم وبريتش اوبن يعني عرف الناس ببطولاتك برضه يا مصطفى. في الاول انا ابتديت 10 سنين وابتديت اتاخر شويه على السكواش كده على فكره دي درس لكل اللعيبه على فكره. اه لعبت اتاخر يعني درس لكل اللعيبه لان في ناس يقول لك 10 سنين انا بديت متاخر 10 اه يعني كان الدنيا صعبه يعني بالنسبه لي. ابتديت في اي نادي يا مصطفى؟ ابتديت في الجزيره لغايه لعبت تحت 13 لسه في اول 16 كنت يعني اول سنه 16 وكده يعني لسه ما كنتش كويس يعني بعد كده تاني سنه 13 ابتديت اخد اه تاني وتاني وكده في بطولات كده طلعت بريتش اوبن. طلعت بريتش اوبن 13 ولا طلعت تحت 13 ما شاء الله يعني انت في سنتين ثلاثه كنت في المنتخب او يعني في سنتين اه طلعت اه وصلت فاينل. دي حاجه تدرس خد بالك. في ناس بتبتدي 7 سنين وما بتعرفش تعمل ايه. ايوه لعبت تحت 13 وخدت تاني خسرت 3-2 ساعتها
وبعد كده خلاص دي كانت اخر سنه ولعبت 15. 15 اول سنه بيتاول ما شاء الله اتاول وطلعت وكنت في الرانك اول يعني مده فتره طويله وخدت بطوله عربيه انت كنت لسه كابتن ناصر في الاول بيقول انت كنت اصغر لاعب عنده 15 سنه ياخد بطوله عربيه للرجال. خدت بطوله عربيه ما شاء الله. كنت عندك 15 سنه. ما شاء الله. وبعد كده كملت يعني تحت 15 خدت بطوله هونج كونج ما شاء الله اول وخدت بطوله ماليزيا في اول سنه. بعد كده طلعت تاني سنه كنت برضو خدت اول جمهوريه كنت لسه بتلعب في الجزيره. كل ده كنت لسه بلعب في الجزيره. ومعانا صور ليك يا مصطفى كمان يعني ما شاء الله. اخر بطوله عالم ليه بلعب فيها طبعا. انت بتلعب بنضاره يا مصطفى؟ لازم كله يلعب بنضاره الناشئين كله دلوقتي خلاص عشان بس هي نظر ولا واقي؟ نظر هي واقي بس يا مصطفى النضاره بتلبسها. طيب وكمل لي بقى قول لي يعني انت دلوقتي وصلت لغايه بطولة هونج كونج وماليزيا. ماليزيا وخدت ساعتها كان السنه دي في البيتش اوبن رابع ما شاء الله. وبعد كده تاني سنه 15 طلعت برده كان اول جمهوريه وخدت بطوله الجمهوريه بتاعت 15 بس بعد كده طلعت 17 عملت حق يعني في 17 حققت كويس 17 يعني من وانا كان عندي 14 سنه كنت بلعب 19 سنه ما شاء الله بقى تحت 19 السنه كان من السنه اللي فاتت دي ولعبت تحت 17 خدت بطوله الجمهوريه وخدت المانيا وهولندا بس ولعبت تحت 17 كنت بلعب 19 بقى ساعتها يعني كان عندي 15 16 سنه دلوقتي 15 دلوقتي 16 كنت اول في الرانك تحت 19. طب قول لي بتفكر تطلع يعني اللي في سنك انت دخلت جامعه لسه الاول لسه طب اللي في سنك بيفكر يطلع جامعات عندك الويلنج ده ولا ما عندكش؟ عندي ان شاء الله يعني امريكا ولا الله. امريكا إن شاء الله. امريكا هي غالبا الجامعات كلها متركزه في شرق امريكا اللي هي الجامعات اللي بيبقى فيها سكواش نشل على حاجه؟ نشل ان شاء الله. قول لي في هارفرد بس يعني ييل صعب شويه برضه ييل لسه ست مكلماني شفت انا بقول لك اصل انا رحت هناك وعارف ييل يونيفرستي جنب برضه مجمع سكواش يا كابتن ابراهيم وعندك ويسليام برضه بس ضعيفه شويه مش عارف مش عارفها لا برضه فيها مجمع في بان لا بس هارفرد احسن ليه لان انت هتروح هناك هيبقى عندك فرصه في التعليم كمان احسن بس صعبه يعني هو السول دي صعبه فرصه في التعليم عايز مذاكره جامد جدا. طب انت عايز تدرس ايه بقى هندسه ولا طب ولا ايه؟ هندسه يعني بس هندسة لا بس كان في حد سبقك على فكره من الجزيره برضو كان في هندسه وفي هارفرد لا لا كان علي فرج ايوه علي فرج شفت انا مذاكر يا كابتن والله والله انا مذاكر يا كابتن. طب انت مش شايف هو ودرس هندسه ميكانيكا هناك لا لا والديناميك كان المفروض يبقى معيد هناك برافو عليك الخليفه بتاعت دلوقتي صح؟ سعد الايه؟ واحد سعد تاني عالم السنه اللي فاتت راح برضه هارفرد فظيع برافو عليك انت عندك الويلنج ده لان هو الاسكواش لعبة زي ما بيقولوا يعني لعبة ملوك يا كابتن ناصر وكمان بتبقى محتاجة يعني لعبة محتاجة مصاريف ومحتاجة اهلك يعني صح يعني هم عامل مجهود معايا كبير قوي الصراحة. مين بابا ولا ماما بقى؟ بابا وماما الاثنين يعني لا دي هنا لا لا دي بابا كان في الشغل ما تضحكش عليا بابا كان في الشغل بابا اكتر هو ساعدني هو ساعدني كتير قوي مش عايز ازعله لا والله بس هو ساعدني كتير قوي في حياتي اكيد طبعا اكيد يعني انا بهزر بس هو طبعا يعني انت عملت حاجة حلوة ان انت بدأت كبير وفي سنتين كنت بطل يعني ده مثل كبير جدا بس ما شاء الله واضح ان انت عندك ثقه عاليه والثقه دي بيبقى اساسها الاب والام بامانه يعني عامل مجهود جامد. طب كابتن ناصر يعني ايه اللي خلاك تشوف ان في مصطفى ان هو لا مقومات يجي لعيب يجي النادي الاهلي؟ طبعا عبد الله معانا من فتره اولا التزامه عنده عزيمه كويسه جدا واضح وعنده اصرار واضح فدوت من ميزات النادي الاهلي الحتتين دول العزيمه والاصرار صحيح عشان تقدر تكمل فانا ما شفنا كده يعني الفنيات ممكن تيجي وتروح لكن الاصرار والعزيمة دي بتعوض الفنيات في حاجات كتير جدا. يا كابتن مش عشان حضرتك قاعد معايا كمان في الاستوديو انت صاحب اللعيبه بامانه يعني انا احتكاك مع الاسكواش صراحه يعني انا فعلا قبل ما اجي النادي الاهلي يعني طبعا حاجه كبيره جدا يعني يعني الاداره الفنيه والاداره الفنيه صراحه كابتن ناصر بحبه جدا طبعًا قبل ما اجي النادي الاهلي هو وكابتن يعني محمود جداً. عبد القادر طبعا كابتن احمد حسني قبل ما يبقى لعيب طبعا كابتن احمد حسني ولا رجع يلعب السنه دي لا اوعى يلعب السنه دي قبل ما يبقى لعيب بصراحه يعني عمل فورمه جامده هيقطعك خد بالك لا كابتن احمد حسني خس وظبط بس هو حبيبي يعني كان المره دي قبل كده و طب خلينا كده ايه نقول للناس الكؤوس اللي قدامنا دي ناخدها كاس كاس يعني مش كل حاجه بس يعني يعني هو في حاجات بتاعت عبد الله صح؟ يعني اول كاس كده نبتدي بالكاس الاولاني ده ايه يا مصطفى؟ مش ده في بريتش اوبن تحت 13 تحت 15
ده تاني تحت 15. يعني تاني تحت 15 خدت تاني بريتش اوبن. فهي بس نعرف الناس ان البريتش اوبن يا جماعه بتبقى زي بطوله العالم، لان هم بيشاركوا اللعيبه اللي بتشارك بتبقى رانكت في بلادها، مش اي حد ينفع يشارك، اللي بيبقى مرتب يعني او ترتيبه عالي في بلده هو اللي بيشارك، فبتبقى اقوى من بطوله العالم. ده تحت تاني اللي تحت بقى ده 15. اللي تحت هم اتنين. لا في لا لا ده حاجه ده حاجه بالظبط. ده يو اس اوبن، ده كنت طالعها مع عمي يعني. يو اس اوبن يو اس اوبن كانت تحت كام؟ كانت تحت 17، كان عندي 14 سنه ما شاء الله. يعني انت كنت 14 وطلعت تحت 17. طلعتها خدت تاني في البطوله. معجزه ما شاء الله ما شاء الله. دي كانت صعبه، انا رحت اليو اس اوبن كذا مره وشفت هناك بيبقى المنافسه جامده. مستوى عالي. طيب واللي بعديها الكاس اللي بعديه ده تحت 15 خدت اول. تحت 15 بطوله عربيه. بطوله عربيه دي اللي احنا خدنا فيها البطوله رجال. لا دي تحت 15 الكبير الكبير ده يا كابتن. كبير ده رجال عشان الرجال كبر بقى خلاص. حسب حجمه. انما الصغير ده لسه صغير. لسه بيبي. طيب عبد الله انت كؤوسك فين؟ عبد الله اني واحد اللي بعده على طول. اللي بعده ده ايه بقى؟ مركز ثاني في بطوله هولندا. ده مركز ثاني ما شاء الله. طب واللي وراه؟ لا هو ده عبد الله الاخير ده كمان مش كده عبد الله؟ مركز اول بطوله هولندا. والباقي كله بتوع الكابتن مصطفى. كان شنطه كبيره النهارده. ما اعرفش في ايه متوسعه شويه. طب اللي هو الكاس اللي في النص ده طبعا ده اللي هو البطوله العربيه رجال خدها الكبير اكبر كاس. رجال طبعا بطوله عربيه خدها مصطفى وكان اصغر لاعب عنده 15 سنه يعني ياخد 15 سنه ياخد بطوله رجال. الحقيقه كل الناس من جميع الدول العربيه بصراحه يعني انجاز. كان مش حدش مصدق ان هو ناشئ يكسب بطوله عربيه تحت 15 سنه. طب قول لي يا كابتن، انا كنت امبارح في النادي وشفت الفريق السعودي طبعا متواجد منتخب السعوديه طبعا اشقائنا السعوديين موجودين بيتمرنوا معانا في النادي الاهلي. يعني قول لي برضو الاحتكاكات دي يعني هو طبعا ان المنتخب السعودي موجود هنا عشان في بطوله عربيه ان شاء الله من يوم 21/8، فهم عاملين معسكر اعداد ليهم هنا طبعا. فطبعا من خططهم او البرنامج المحطوط ليهم ان هم يجوا يعملوا ماتشات مع النادي الاهلي. عملوا معانا ماتش يوم الاثنين، وعملوا معانا ماتش يوم الخميس اللي هو امبارح، وهيعملوا معانا ماتش كمان يوم الاحد. دول طبعا هم بيقول لك احنا بنيجي النادي الاهلي عشان طبعا احنا عندنا جميع المستويات طبعا، وبيلعبوا بدل المباراه مباراتين وثلاثه، فده بيبقى يزيد خبرتهم شويه، وخصوصا ان السعوديه في الاسكواش لعبه كويسه بس لسه ما وصلتش الى اللي هم عاوزينه طبعا يعني. فهم بيسعوا ان هم بيحسنوا في نفسهم شويه، فطبعا بيلفوا على الانديه المصريه، لكن اكتر نادي بيتمنى ان هم يلاقوا يجوا يلعبوا فيه أكيد هو النادي الاهلي طبعا. الكلام ده بيسعدني الحقيقه يا كابتن. وفي موضوع تاني كنا برضو حضرتك كنت قلت لي عليه لما ضمنا كريم عبد الجواد وطمنا يسرب. ايوه عادي حضرتك قلت لي انا ممكن اضم اكتر بس في لائحه تمنعني. يعني طبعا احنا عندنا لائحه الاتحاد المصري للسكواش بفتح لك بحيث ان انت تاخد اثنين ناشئين واثنين ناشئات ولاعب رجال ولاعب سيدات بس عدد محدود مع ست لعيبه يقول لك خلال الموسم. والسنه دي جبت ست. جبنا الستة دول طبعا اللي هو طبعا مصطفى وزياد صقر وجبنا يسرب وكريم. ادي خلصنا من الناشئ من والناشئات. جبنا سلمى طارق مع البنت اسمها ملك ابراهيم طبعا. ان احنا بنجيبهم ان هو ممكن نجيبهم باستغناء، لكن لو النادي اللي هو فيهم متمسك بيهم مش عايز يسيبهم فبيجي عن طريق الانتقال الحر. هو السكواش برضه فيه انتقال حر مش زي الالعاب الثانيه. نهايه الموسم من حقه يمشي اللاعب الا اذا كان موقع. لازم عاد ينتهي معاهم. وبناء عليه السكواش ان احنا لعبتنا لعبه غير اولمبيه صحيح، فينطبق عليها الانتقال الحر صحيح. طب عبد الله مسك الاعلى مين؟ هو طبعا كريم عبد الجواد طبعا يعني. مش رامي عاشور؟ لا مش عشان كريم جه عندنا عبد الله. لا هو بيحب. انت بتحب يا كريم؟ ها لعبت قصاده لما جه ولا لا؟ كابتن مسح خلينا. لا لازم يلعب معاهم ويقعد معاهم ويعملهم يعني احنا جايبين كريم قدوة. زي رمز قدوة من رموز الرياضه في السكواش طبعا قدوة. ورمز ما اقول النادي الاهلي حاطط كلمه اخلاق قبل الرياضه. لسه حضرتك بتقول فاحنا بنهتم باللعيب اللي هو عنده اخلاق قبل ما يكون بطل. وشفنا صور توقيع العقد يا جماعه لو موجوده عندنا يا ريت تعرضوها لنا. كان هو بيوقع العقود كريم مع مجلس اداره. لا دي ده طبعا عبد الله بعد ما كان راجع من البطوله كابتن بيكرمه. كابتن الاستاذ كامل زاهر ممثل على مجلس الاداره طبعا امين صندوق النادي الاهلي. وخصوصا هو لعيب سكواش يعني. هو كان لعيب سكواش طبعا. بس مصاب دلوقتي استاذ كامل. مصاب هو خايف يلعب وانا مصاب. لا مفيش اعذار هيرجع يلعب تاني ان شاء الله. بس هو الفكره ان هو في اهتمام ووعي من مجلس الاداره الحقيقه بالسكواش يعني الفتره اللي فاتت. انا يعني مش يعني بامانه والله بجد يعني انا الناس دول
من مهما اتكلمت يبقى مش هديهم حقهم اللي هم عاملينه معانا. حتى كولياء الامور بيروحوا يقعدوا معاهم تملي ومشاكلكم ايه، لدرجه ان احنا زي ما قلنا قبل كده يمكن برامج سابقه قبل كده الناس حسوا ان في طفره في الاسكواش. كنا السبع لعيبه رايحين البريتش اوبن ادوا لكل واحد مكافاه ماليه وهو رايح، والنادي الوحيد اللي صار مكافاه ماليه للاعيب المنتخب هو النادي الاهلي. ما بيتاخرش ما بيتاخرش ما بيتاخرش واي حاجه عاوزينها بصراحه في دعم. وخصوصا برضو نشكر برضو النشاط الرياضي برئاسه المهندس عاصم طبعا، يعني ان هو برضه سند لينا وسندنا وبيسهلوا لنا امورنا، فده برضه نشكر برضه على الهواء طبعا ان هم عاملين مجهود جبار في جميع الالعاب مش في السكواش بس. اكيد اكيد النادي فيه مصطفى مسك الاعلى مين يا مصطفى؟ ناصر زهران. ناصر لازم تقول على فكره كابتن ناصر، لو ما قلتش بعد الهوا هيبقى يعني شغل تاني خالص، فالحق نفسك وقول كابتن ناصر. لا بجد يا كابتن ناصر ماشي. طب ومين بعد كابتن ناصر؟ مش عارف الصراحه يعني يعني انا بامانه بيعجبني بصراحه رامي عاشور جدا يعني بيعجبني ليه رامي عاشور؟ لانه واحد اللعيب النجم بيبقى نجم. يحافظ على مستواه ثابت فتره طويله يعني. هو مشكلته يعني الاصابات، لو رامي دوت ما عندوش اصابه يعني هيقعد على عرش الاسكواش فتره طويله جدا. ده باعتراف المصريين واللعيبه الاوروبيين واللعيبه العالميين كلهم يعني حتى لما بيجي يلعب هو مشكلته بيلعب بطوله او بطولتين في خلال الموسم وترجع له الاصابه ديت ثاني يعني. عنده مشكله في الخلفيه عيب خلقي كمان بالظبط كده. فاول ما بيركب يكسب البطوله صحيح، دليل على كده ان هو اللاعب فز يعني بصراحه. لكن هو يعني بامانه كمان حتى لما الالم بيخف شويه بيروح يكسب. بس انا لو سالتني انا شايف مصطفى في محمد الشرباجي. ممكن نفس الجسم شويه كمان، نفس الامكانيات والجسمانيه وبتاع. فانا يعني محمد شرباك بطل عالم برضه، فانا اتمنى ان مصطفى يوصل لنفس مستوى. بس احمد حسني يقطع برضه انا مصر. وخد بالك برضه يعني الناحيه البدنيه برضه مهمه يا كابتن، يعني عندنا جهاز يعني اعداد بدني في النادي الاهلي الحمد لله. يعني انا بقول لمجلس الاداره النهارده احنا تعاقدنا مع 12 مدرب سكواش، اربع مدربين فيتنس، جهاز طبي من ثلاثه، جهاز اداري من ثلاثه، يعني جهاز كامل. ما حصلتش في تاريخ السباق بامانه. اللي بيحصل في النادي الاهلي ده حاجات ما كانتش بتحصل. هيبقى في مردود اكيد يا كابتن، اكيد اكيد, أكيد. هيبقى في مردود وثقه. طب يا كابتن يعني في النهايه كده طموحاتك ايه مع النادي الاهلي الفتره الجايه بالسنه دي والسنين اللي جايه ان شاء الله؟ احنا طبعا اول مره نفسي اخد دوري صراحه يعني. لا احنا نادي جزيره عندنا ما فيش دوري اصلا يعني، بس احنا قريبين النادي الاهلي ناخد. احنا قريبين جدا السنه دي ان شاء الله قريبين يعني. الدوري بيبقى مجموع عندك رجال كريم وعندنا احمد حسني وعندنا ياسر عادل دلوقتي، وعندنا احتمال نجيب كابتن احمد عبد العزيز يوسف. بس وادي دجله برضه عندهم لعيبه كتير. ما هو وادي دجله من التعاقدات اللي ليه على السنين 6 6 6 6 خد لعيبه كتير جدا يعني. احنا لسه يمكن اول سنه ناخد 6 لعيبه السنه دي، فاحنا بس احنا هنبقى بعبع الانديه ان شاء الله باذن الله. وخصوصا ان الدوري هيبدا زي النهارده ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله. عاملين نظام، انا شوف احنا اتكلمنا اتحاد سكواش وقلنا كذا، لكن النظام السنه دي معمول في اتحاد سكواش دوري ولا منظم جدا. الحق ما يزعلش حقيقي طبعا منظم جدا. ودوت الحاج سيد القماش بصراحه اللي هو رئيس لجنه المسابقات عامل مجهود خرافي جدا وقايم بدور جامد جدا ومحدد المواعيد قبل الموسم وعامل تواصل جيد جدا مع المدربين واولياء الامور خلال صفحه الاتحاد. فانا من هنا برضو انا بشكر الاتحاد برئاسه عاصم خليفه والسيد القماش على لما يبقى فيه ايجابيات احنا لازم نذكرها، ولما يبقى فيه حاجات لازم دي حاجه ما تزعلش طبعا يعني. دي طموحات حضرتك ان شاء الله الحصول على الدوري، المنافسه على الدوري ان شاء الله مع نادي وادي دجله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. عبد الله طموحاتك يا حبيبي؟ طبعا يعني ابا زي كريم عبد الجواد طبعا، ان هو يعني محقق كتير قوي في سن صغير جدا. يعني هو يمكن يكون تقريبا صغير جدا ان هو ياخد مثلا بطوله العالم، صحيح، وبعدين هو ممكن ياخدها تاني وتالت يعني. هو يعني وبعدين هو كويس جدا بالنسبه لسنه يعني. صحيح. وانت يعني على المستوى بقى النادي الاهلي، هل انت شايف السنه دي ان شاء الله برضو يكون لك دور كبير في الدوري والبطولات ان شاء الله؟ يعني انا متوقع ان احنا نكسب الدوري في تحت 13 سنه يعني. احنا عندنا فرقه كويسه قوي يعني، فرقه يمكن يعني يبقى احنا ودجله بس بننافس على البطوله، بس اظن ان احنا ممكن نكسب يعني ان شاء الله باذن الله. باذن الله. مصطفى طموحاتك ايه السنه دي؟ انت قلت لي عايز الدوري، عايزين ايه جنب الدوري؟ شويه بطولات صغيره في شكوش صغيره كده. بطولة العالم راحت مني السنة دي ان شاء الله ما تروحش ان شاء الله، ويكسب البريتش اوبن اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله مع السيستم ده الصراحة يكون معانا ان شاء الله باذن الله في ملوك الصلاة باذن الله ان شاء الله. كابتن ناصر احب اشكرك الصراحة يعني ان حضرتك
اول واحد صراحه ليه متعمق قوي في السكواش. لا ازاي ده مذاكر كويس قوي. مفيش حد كويس قوي. لا ده انا متابعك. بص خد بالك هتلاقيني قاعد لك في الماتشات. مفيش حد كده. النصر هيقول لي بدري هجي لك. اول واحد صراحه. لا صراحه انتوا اسعدتوني جدا جدا استاذ والله وفيكم ما شاء الله طاقه كبيره وده اللي قعدناه على لعيبه السكواش. ربنا يكرمك كابتن مصطفى. بشكرك شكرا جزيلا. وانا بس عايزين نشكر الجهاز الفني والاداري والطبي. عودتنا دايما كده. طبعا طبعا دول الجنود المجهوله لو ما هم اللي في الصوره وهم اكتر ناس مش بيظهروا فلكن ان انا بظهر ببقى عايز جهاز كامل يعني بالظبط كده. انا بشكرهم جدا 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 وفي النهايه بنتمنى لاحمد حسني ان هو من مدرب الى لاعب مره اخرى وربنا يوفقه ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. ان شاء الله نشكر حضرتك ان انت نورتنا يا كابتن جدا. اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لنا في الاستوديو خماسي المنتخب خماسي النادي الاهلي طبعا السنه دي ومع زملائهم في الفريق يعني كسبوا البطولات كلها 2001 في النادي الاهلي كسبوها جميعا بدون ولا خساره وكان اقل فرق كان ب 10 نقاط مع المنافس نادي سبورتنج. الحقيقه كان لازم نستضيفهم لازم نحط الضوء عليهم لازم نعرف طموحاتهم احلامهم خاصه ان هم في سن مهم جدا ان احنا نركز عليه لان بعديه بسنه او اتنين هنشوف اللعيبه دي في الفريق الاول والمنتخب مصر الكبير. رحب بيهم واحد واحد. ابتدي بمحمد محمد الطبجي. اهلا بيك منورنا محمد. يمكن كمان ارحب بيوسف المعداوي منور الاستوديو. يوسف لهيطه اهلا بيك منورنا. وكمان معانا عمر طارق. اهلا بيك عمر. ومعانا كمان مؤمن اهلا بيك منورنا. الحقيقه يعني ابتدي بمحمد. محمد كسبنا كل ماتشاتنا الحمد لله مع الاهلي رحنا افريقيا كسبنا بس خسرنا الفاينل وطلعنا كاس عالم. اكيد الجيل ده مش موضوع فني بس اكيد انت شايف التميز ده هل هو فني ولا حاجه تانية غير فني؟ لا هو الحمد لله هو التميز ده من فني وبرضه احنا كل واحد بيشتغل مع نفسه بره بينزل يشوف الحاجه اللي ناقصاه وكده برضه فعشان كده عشان كده مستوانا عالي وقضينا الفتره اللي فاتت دي الحمد لله. يعني انت على سنك الصغير ده برضه خلي بالك السن الصغير ده بيبقى عنده مشكله ما بيحبش الفتنس. خلينا نتكلم بامانه يعني بس انت بتضحك انا اصلا كنت لعيب زيكم عارف. فانتوا طب انتوا عشان يعني هل التدريب البدني الحاجات دي انتوا حابينها وبتشتغلوا على نفسكم ولا لا؟ هو احنا الصراحه احنا الفتنس عندنا يعني ما يفرقش عن باسكت. احنا التمرين موجود عندنا بنأدي جامد وكل حاجه عشان عايزين نوصل عايزين نحقق حاجه مع النادي وعايزين نوصل منتخب ونحقق فاحنا بالنسبه لنا يعني في ناس بتكره الفيتنس وكل حاجه بس احنا برضو حتى لو بنكرهه بننزل نأدي نتمرن يعني جد وكل حاجه. صحيح وبتهيألي الحته دي فادتكم في افريقيا شويه ولا يعني يمكن هو بس مالي شويه انت عارف الدول دي اكيد بيزوروا ساعات يعني انت حتى اشتكيت حتى لو تزوير هم كمان في مالي والدول دي هم الفيتنس عندهم عالي جدا عننا. صحيح صحيح فاحنا برضو حوار الفيتنس وكده هو فادنا بس يعني مش مع مالي ما كانش الاول الصراحه. ما كانش ده السبب الرئيسي. طب يوسف يعني انت يعني برضو انتوا كنتوا جيل طالع مع بعضه يعني انتوا وانتوا صغيرين ماشيين طبعا من 7 سنين من اول 9 سنين بداتوا 10 11 12 ما وصلتوا كنتوا بنفس القوه دي كجيل ولا الطفره دي حصلت بس في 16 سنه؟ لا هو يعني احنا طبعا احنا بيبقى نبدا يعني نبدا من الصفر فاحنا يعني مع كل سنه كل واحد بيتطور كنتوا بتحسن فبنتحسن فيعني لما وصلنا على 14 كنا بدانا يعني كل واحد قدراته بتظهر لما وصلنا 16 في فروقات تانية يعني في ناس بتنزل تتمرن لوحدها جيم فيتنس جري شوت برايفت بيعمل كل حاجه لوحده فلما كل واحد اشتغل مع نفسه بقينا كلنا كفرقه واحده كويسه. صحيح. فبدانا يعني نبدا يعني هو بدانا ان هو خلاص بقينا احنا كلنا كويسين. كلامك انت بتقول كلام مهم جدا. فالفرقه كلها بقت كويسه. فيعني بدانا قدام اي فرقه بالنسبه لنا فرقه بقت لما نيجي نكسب نبقى مش صعب علينا ان احنا جاهزين نجري نفسنا كويس واخدين باسكت كويس واخدين شغل كويس. انت بتقول كلام مهم جدا خد بالك انت بتقول ان كل واحد اشتغل لوحده. لما جينا جمعنا الفرقه الفرقه عليت. بالظبط. يعني ده كلام برضو نصيحه انت قلت كلام ما بين السطور للاولاد الصغيرين اللي بيشوفونا لازم كل واحد يشتغل على نفسه. طب انت على المستوى الشخصي اشتغلت على نفسك ازاي؟ ما طبعا كنت بشتغل لوحدي فتنس وبنزل جيم وبنزل اشوط وبشتغل برايفت لوحدي لغايه ما بشوف ايه اللي ناقصني اشغله ناقصني نفس اجري كويس عشان ناقصني جيم بشتغل جيم على رجلي جسمي من فوق ضعيف العب جيم من فوق كده. طيب مين المدرب اللي شايفه انت كيوسف اثر فيك وحطك بشكل كبير على الطريق الصح؟ هو طبعا انا يعني بشكر كل المدربين اللي دربوني بس يعني اكتر ممكن يكون اكتر 3 مدربين يعني انا بشكرهم ويعني مش قادر اقول اكتر يعني هقدر اقول ان هو كابتن حسن الدعم
وكابتن احمد الجرحي وكابتن فادي هاني. اثروا فيك جامد وكان ليهم دور كبير معاك. كابتن فادي كان معاك في المنتخب وكابتن احمد الجرحي في 16 وكابتن حسن الدعمه ده يمكن هو المدرب البرايفت اللي كان بيمرنا. صحيح كويس ان انت عارف ان في مدربين اضافوا لك، لان الحقيقه مع السرعه اللي احنا شايفينها دي اللعيب بقى بينسى حتى مين اللي كان ليه فضل عليه. طبعا يعني وكمان ما اقدرش انسى كل المدربين اللي ضربوني، اذا كان كابتن ماجد او كابتن ياسر غريب او كابتن ياسر ابو فتوح او كابتن علي هاشم، كل المدربين اللي عدوا عليا كويسين. صحيح وكابتن اسلام الكلاني طبعا مدربي في ال 14، كل الناس كويسه. دي لقطات بتهيألي من بطوله افريقيا اللي فاتت يا جماعه، ماتش مصر ومالي في الفاينل، يعني كانت بطوله مهمه، تأهلتوا كاس عالم. يعني اروح ليوسف ليطا، يعني شايف البطوله دي كانت ازاي يا يوسف؟ يعني بطوله افريقيا دي كل اللي فاتت دي شفتها ازاي؟ دي كانت اول مره لينا نسافر افريقيا، وكانت طبعا احنا ما كناش اتعودنا على جو زي كده قبل كده، بس هي كانت دوره مهمه جدا بالنسبه لنا، لان احنا كنا مطالبين ان احنا نروح ناخد مركز هناك اول، وكانت طبعا صعبه بالنسبه لنا برضو ان هي كانت اول مره طبعا، بس وكنا طبعا كنا مركزين جدا على ماتش مالي، وعملنا ارقام كويسه في اول البطوله، عملنا كام ماتش كويسين وكنا بنكسب فروق عاليه، يعني كنا نوصل لغايه ال 100 وكنا ساعات كمان بنعدي ال 100، فكانت الماتشات كانت سهله في الاول. حاسس ان احنا كمصريين في السن ده فارقين عن افريقيا؟ لا طبعا ساعات بنبقى فارقين، وساعات بيبقى في طبعا اجسام جنبنا بس طبعا بتفرق عن باسكت عن باسكت. بس خليني اقول لك حاجه يا يوسف، سننا ده لغايه 17 سنه مصر بتبقى هي المتسيده، ولكن للاسف ما بنكملش لان ما فيش تخطيط. يعني ما بيبقاش في تخطيط مستمر للجيل، يعني انتوا جيل كويس ممكن نتبناه لغايه ما نوصله للفريق الاول. احنا في مراحل الناشئين كلنا بنكون افضل، ولكن على مستوى الدرجه الاولى للاسف، يعني انت لسه ان شاء الله المستقبل قدامك، انت هتحس ده. بس خليني اتكلم في ماتش مالي، انت حسيت يعني ان فرق البدني رهيب؟ يعني احنا شايفين حتى اجسامهم، يعني البوينت جارد او صانع الالعاب بتاعهم قصير شويه، يعني برضو اجسامهم مش بعيده عنا قوي، يعني يمكن رقم 11 هو بس اللي شويه طويل، بس يعني ما كانش، يعني كنا ممكن نجيب الماتش، ولا ايه رايك؟ كان ممكن نجيب الماتش طبعا، بس احنا ما كناش موفقين في الشوط شويه، وكنا برضو عملنا كميه فاولات كتير، وهم كنا مقصرين في الديفنس. كان شويه وده طبيعي، عدم توفيق ده بيبقى يعني بيصادف، خاصه انتوا لسه سنكم صغير، بس ان شاء الله هيبقى لكم شان كبير. يعني يمكن اروح لعمر برضو، عمر يمكن البطوله دي بتفرق معاك، اللي بتبقى اول بطوله افريقيه بتبقى لسه، استفدت منها ايه؟ يعني انت كاول مشاركه على المستوى الدولي افريقيا استفدت ايه؟ استفدت خبرات كتيره جدا. ازاي؟ زي مثلا يعني في حاجات مثلا في فاست بريك ممكن تعمل او ما تتعملش، مثلا في السيستم اللي احنا بنلعبه ده، لا يعني في حاجات الكوتش بيقول عليها لازم نعملها في اوقات معينه، دي ممكن تفرق كتير. تركيز لازم لازم نركز برضو في الديفنس، برضو استفدت حاجات ان هو لازم الديفنس يبقى بقوه. صحيح، ويعني مثلا في مصر الديفنس بيبقى مختلف، ممكن الحكام يحسبوا فاولات. صحيح، بس بره يعني بيبقى بيسيبوا كده، يعني واخد راحته شويه. صحيح، فبيبقى في فرق كده برضو بدني في الديفنس وكده، فلازم برضو يعني نتعود عليه في مصر عشان لما نروح افريقيا والكلام دوت نبقى نعرف نشتغل يعني فيه. طب انت يعني مين مسك الاعلى شايفه ونفسك تبقى زيه؟ في مصر ولا في مصر وبره؟ اديني الاثنين. هو في مصر في مثلا كابتن ابراهيم الجمال طبعا، لاعب الفريق الاول لكره السله في الاهلي ولاعب منتخب مصر طبعا. مين كان؟ الصباغ. في بقى في الـ NBA انت شكلك بتحب تلعب 1 ان 1. شفت بقى جبتك على طول، بتحب تلعب واحد على واحد. لانه هو اللعيبه دي عندها ال 1 ان 1 عالي جدا، فانت طالما قلت اللعيبه دي يبقى انت بتحب تلعب 1 ان 1. يلا كمل، قول لي مين تاني بره مصر بقى في الـ NBA؟ بقى في كايري ايرفينج. كايري ايرفينج في اوروبا بقى ساب كابيليرز اهو، ماشي اهو اللي حصل. مين تاني في بقى اللي هو ميلوس تيودوزيتش بتاع صربيا؟ صربيا اتنقل دلوقتي راح الام بي. راح الام بي ده عالي قوي بصراحه، بس شويت هيتعبك شويه شوت. ربنا معاك ويوفقك يا رب. مؤمن يعني قول لي برضو، انا عايز اتكلم على كاس العالم، انتوا تاهلتوا كاس العالم 2018 على فكره، كاس العالم ده فيصلي بالنسبه لكم لان انتوا داخلين على جامعه، ففي ايجنتس كتير بتبقى قاعده بتتفرج ومحتاجين لعيبه. شايف كاس العالم ده فرصه ليك ولا لا؟ فرصه خبره لينا كلنا. هم طبعا كباسكت هم احسن مننا، بس احنا برضو بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل حاجه وحاجه كويسه فيها. يعني احنا كان اخر مثال، اخر مركز مصر خدته كان 11 تاسع، لا في تاسع، التاسع تاسع. كم احنا املنا ان احنا نعدي طبعا الرقم ده ونعمل رقم جديد بالنسبه لمصر طبعا، وربنا يكرم ان شاء الله. طب انت يعني طموحات كويسه ان انت عايز تحقق وعايز تعمل حاجه كويسه
مع منتخب مصر، بس انت عندك سنه لازم تشتغل، يعني لازم تقوي نفسك. شايف السنه دي انت على المستوى الفردي محتاج ايه؟ طبعا فيتنس شويه. لا ده فيتنس كتير، يعني فيتنس كتير، يعني كلكم في السن ده محتاج فيتنس كمان واكتر، عشان نبقى كمان نفس المستوى معاهم في كجسم او كقوه. طبعا اشتغل طبعا ديفنس اكيد جدا، لازم نتمرن ديفنس، ازاي نوقف ده، ازاي واحد مهم في ده نوقفه ازاي كده. طب وطبعا ده المستوى الفيتنس، طبعا محتاج نسبه شوتنج اعلى بتهيألي، محتاج تمرين لوحدك كتير، محتاج تصحى بدري تشوت، ولا انت شايف ده ازاي؟ طبعا لا، انت لعيب شويط كمان، يعني محتاج تعلي اكتر واكتر. طبعا المفروض كل حتى انا واصحابي يعني لازم ننزل كلنا نشوط، كلنا كل واحد لوحده، كل واحد يهتم بنفسه، علشان لما تكون الفردي حلو، لو انت فردي كويس مع الجماعه كلنا هنا. لسه يوسف كان بيقول لما بيبقى الفردي يعني كويس اكيد ما لما تنضموا مع بعض كفرقه بيكون يعني المستوى اعلى. طب انت شايف ان احنا يعني النادي الاهلي اكيد ساعدك، طبعا ساعدك ازاي؟ يعني انت شايف قطاع الناشئين على فكره في النادي الاهلي قوي جدا، ساعدك ازاي ووصلك للمرحله دي؟ طبعا كل المدربين اللي مروني، كل مدرب فيهم اداني خبره وانا بشكرهم كلهم طبعا. كل واحد اداني خبره فيها انا اتعلمت فيها ونميتها وطورت من نفسي، والحمد لله بقت احسن بكثير. ان شاء الله تبقى احسن واحسن، لان انت يعني اكيد لعيب كويس، واخواتك كمان كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي، فاكيد طبعا انتوا كعيله يعني مقصلين واخدين سكه الباسكت سكه كويسه. طب ارجع لمحمد، يعني دلوقتي احنا عندنا كاس عالم، ممكن يكون الاعداد عندنا، رجعت النادي بتاعك شغل، ممكن يكون التمرين مش هيبقى بالقوه الكافيه اللي انت عايز تظهر بيه في كاس العالم، محتاج تشتغل فتنس لوحدك. عندك الامكانيه ان انت تجيب مدرب يمرنك؟ عندك الرؤيه دي ولا بتسيب الموضوع للنادي وخلاص؟ لا، هو انا بتمرن مع النادي فيتنس كل حاجه، وبنزل جدول برضه، وبزود على نفسي من بره، بطلع بره النادي وبتفق مع مدرب وبنزل وادي كمان معاه. انا عايز اعلى مستوايا وعايز ادي في كاس العالم. يعني الحته دي في دماغك؟ ايوه. يعني انت محتاج طبعا تعلي، عندك ويلنج ان انت تطلع جامعه ولا لا؟ ايوه نفسي. اكيد. انت في سنه كام دلوقتي؟ انا دلوقتي ثانيه سنه. ثانيه سنه، وانت بتهيألي بتلعب يعني بتهيألي يعني اربعه يا صح؟ بتلعب بوزيشن اربعه. محتاج طبعا اكيد تعلي الفاندمنتالز، محتاج الدريبلينج، محتاج الحاجات دي كلها تزيد معاك، لان بره الاربعات بيلعبوا زي الوينجات بالظبط. ما انا عارف، عشان كده بنزل كل يوم، بنزل الصبح انزل اتمرن وانزل اشوط واعلي الدريبلينج كل حاجه، بنزل حاطط في دماغي ان انا عايز اوصل وعايز ادي. صحيح. هو عايز اعلى كمان مع فرقتي، وعايز اوصل للمنتخب، وعايز اوصل النادي الاهلي ان احنا ناخد مراكز حلوه ونحقق حاجات ان شاء الله، فعشان كده بنزل وبجي على نفسي وبخش وبتمرن جامد. طب قول لي في الفرقه اكيد ليك لعيبه في نفس مركزك بوزيشن فور برضو، بتبدلوا بعض، بتنزلوا مكان بعض، الروح عامله ايه؟ هل انتوا يعني مثلا، خلينا اتكلم بصراحه، هل بتبقى عندك غيره ان انت تلعب، ولا اللي ينزل مكانك هو اللي يلعب؟ يعني كلمني عن الروح ما بينكم بالذات اللعيبه اللي في نفس المركز. وانا يعني هو انا طبعا اي حد، اي لعيب فينا بيبقى عايز يلعب وعايز هو يبقى الاساس وكل صحيح. حاجه، بس برضه لازم يبقى الروح موجوده عشان الفرقه توصل والفرقه تكسب. فحتى صحيح. لو حد نزل مكاني وهو مش البوزيشن بتاعي، المدرب شايف ان هو ممكن ينزل مكاني، بنزل بشجعه وبخليه يأدي وكل حاجه. صحيح. وبنزل وبنصحه برضه وكل حاجه، هو يعني ما تفرقش لو فرقه وكل حاجه، لا لازم نكسب، احنا فرقه واحده، بس انا برضه في دماغي ان انا ابقى الاول على الفريق. صحيح. واتمنى لاصحابي كلهم كل خير وزمايلي وكل حاجه، واتمنى ان هم يبقوا احسن مني برضه عشان الفرقه. صحيح. وبرضه انا حاطط في دماغي ان انا ابقى الاول. ما ده صح، ده منافسه مشروعه، بس انت قلت كلمه حلوه، انا ما بزعلش وبشجع اللي بينزل مكاني. ويمكن النادي الاهلي بيربي فينا الحته دي، يعني انت في انديه مش هتشوف فيها ده. يعني النادي الاهلي بيزرعوا فيك الحته دي ان انت تنكر ذاتك وتنكر يعني، واكيد انت حسيتها من البطوله، الماتشات اللي كنت فيها روحكم كويسه كنت بتكسبوا، ولا انا كلامي ايه؟ حقيقه النادي الاهلي معولنا كلنا ان احنا فرقه واحده وكلنا بنكمل بعض، فاللي هو انا ما ينفعش اغير ان واحد نازل مكاني واللي هيبقى احسن مني. صحيح. لو انا لاعب وحش، احنا فرقتنا الحمد لله فرقه متكامله، فاللي هو لو واحد نزل مكاني وانا بلعب وحش فانا بشجعه وكل حاجه، حتى لو انا قاعد على البنش بره وهو في الملعب بحسسه ان احنا معاه من بره كمان، ان احنا فرقه واحده. طب يعني برضو اخد السؤال ده اروح ليوسف. يوسف يعني تحقيقك ثلاث بطولات من غير ما تخسر ومع الفريق ده، وفي بدايتكم يمكن ده اول سن بيتحط عليه السبوت، او اول سن بيبقى ليه منتخب يمثل مصر. شايفين الثلاث بطولات دي، يعني هل ما تجيش في لحظه حسيتوا ان انتوا لا احنا اعلى، لا احنا احسن لعيبه في مصر في الوقت ده، ولا الموضوع ده يعني زادكم اصرار ان انتوا تحافظوا على الصوره دي؟
ومبدئيا الحمد لله على طلب بطولات. احنا اشتغلنا وعملنا فتره اعداد من اول سنه 16، يعني احنا كنا دايما يعني احنا كنا عايزين نحقق اول سنه 16، بس احنا كان هدفنا من ساعه ما مسكنا اول سنه 16 ان احنا نعمل في ثاني سنه 16 كل حاجه، يعني ثلاث بطولات، يعني ده هدفنا من اول سنه 16. فاحنا اشتغلنا على يعني على الاساس ده وبنينا. فيعني احنا لما اظن ان احنا يعني يعني انا بتكلم عن نفسي ومثلا ممكن مع يعني الخمسه دول و يعني باقي الفرقه اكيد يعني نفس الدماغ ان هو احنا مش هنقف نقط، يعني احنا مش عشان خدنا ثلاث بطولات خلاص احنا كده خدنا ثلاث بطولات. احنا لسه عندنا 18 ولسه في يعني ان شاء الله لو في حد فينا كمل لسه اكيد عايز ياخد مع الفيرست ومع ال 20. فما اظنش ان هو حد يفتكر ان هو خلاص انا وصلت معايا، يعني مع العلم ان في يعني فرق ثانيه في عناصر فيها احسن مننا، فانا ما اظن هم ما حدش هيبقى بيفكر كده. صحيح صحيح، كلام محترم. يعني انت حتى بتقول ان انا لا لسه عندي انا ما عملتش حاجه لسه حاجة. او احنا لسه ما عملناش حاجه، لا ده احنا محتاجين يعني نشتغل على نفسنا اكتر لان المشوار صعب. وخلي بالك المنافسه، انت اكيد عارف كل ما بتكبر كل ما المنافسه بتزيد. اه المنافسه بتزيد طبعا. بالظبط. طب مين ماسك الاعلى يوسف؟ في النادي جوه وبره؟ في النادي طبعا سلعاوي الكبير واسمه ايه ده وكابتن طارق غنام وكابتن الشافعي. سلعاوي الكبير هو كابتن سلعاوي لوس انجلوس وكده؟ لا سلعاوي. سلعاوي ده بقى ده سلعاوي الصغير. خلي بالك اه الكبير ده اللي هو كابتن محمد سلعاوي عشان بس من ايه؟ من اه بالظبط اه يبقى سلعاوي الصغير. ومين كمان قول لي؟ وكابتن الشافعي وكابتن طارق غنام. كابتن طارق غنام اه. طب بره بقى؟ بره ليبرون جيمس وكيفن دورانت و ديركوز. يا عيني عليك. طب محمد انا نسيت اسالك السؤال ده، قول لي مين مثلك الاعلى؟ في النادي الاهلي انا مثل الاعلى كابتن مصطفى الشافعي وكابتن غنام وبرده كابتن سرعاوي. بره النادي في الام بي اي مثل الاعلى انا عن نفسي كان كوبي براينت بس اعتزل يعني. اعتزل بس كوبي براينت ما بيلعبش مركزك. ما برضه انا برضه بحاسب من نفسي ان انا برضه لا انا احسن اربعه ممكن ممكن مركزي في المستقبل يتغير، فانا برضه ممكن اشتغل. برافو عليك. حاطط قدامي حاجه يعني. لا بس انت اربعيه ممكن تلعب ثلاثيه، انما كان هو كان كوبي براينت كان شوتنج جارد اكتر منه. بس انا شايف احسن اربعيه ممكن حتى تتعلم منه اكوادالا اللي هو بيلعب في بيلعب في ووريرز، يعني لعيب جامد قوي يعني بيتهيألي ده محتاج تتعلم منه كتير. انا برضه بتفرج عليه وبلقط منه كذا حاجه بس الماتشات بتيجي الساعه 3 الفجر بتتفرج فينا محمد؟ لا هايلايتس بقى. ايوه كده لايف بيبقى صعب تيجي 3 الفجر. طب يوسف قول لي برضه انت يعني اكيد عندك طموحات، اي لعيب في السن ده واحنا كنا في سنك ببقى شايف قدامي رؤيه، شايف طريق بتمنى احققه، شايف نفسك من هنا لغايه ان شاء الله منتخب مصر الكبير، شايف ازاي طريقك؟ لا انا طبعا نفسي اخد بطولات هنا مع النادي، ونفسي طبعا العب بره. نفسي كمان اخش العب في دوري الجامعات بره امريكا اكيد. اه طبعا ده حلم اي حد طبعا، غير ان انا حلمي ان العب فيرست تيم واخد بطولات مع فيرست تيم برضه. اه بس خد بالك يعني ان شاء الله يعني الجامعات انا مش بشدك يعني بس الطريق للجامعات هيبتدي من كاس العالم الجاي. اه طبعا يعني انتوا بيبقى الوقت ده كله بيبتدي اللعيبه تتخطف تروح جامعات. بس هي مش اخر الدنيا يعني، ممكن حتى لو ما توفقتش ممكن تبعت يعني لينكات وفيديوهات بيتفرجوا عليك يعني، خاصة إن احنا عندنا لعيبة كتير جدا يعني موجودة في الجامعات. طب قول لي بقى مين ماسك الأعلى في النادي الأهلي؟ على مدار الأهلي. على مدار التاريخ يعني وعلى كمان عالمية. اه طبعا ماسك الأعلى كابتن جمال وطبعا السلاوي تمام الصغير والكبير طبعا. وطبعا الناس اللي لعيبة كتير من الدرجة الأولى عندنا طبعا. اوكي كتير. اه طبعا في مصر مش لازم النادي الاهلي برضه. في مصر مين؟ في مصر هم جمال نفسه الاثنين سلعاوي. طب بالنسبه للان بي اي بقى واللعيبه اوروبا؟ اه الان بي اي طبعا ستيفن كيري وويسبروك وليبرون. انا بقول لك يبقى انت بتحب تلعب وانا على طول كده بص بجيبك على طول. طب قول لي يعني برضه النادي الاهلي علمك حاجه يعني كلنا خلينا نتفق ان انت الحمد لله كلكم محظوظين ان انتوا لعبتوا في النادي الاهلي، وانا على المستوى الشخصي كنت محظوظ ان انا لعبت في النادي الاهلي. علمك ايه النادي الاهلي؟ استفدت ايه؟ شايفه ايه في النادي الاهلي ما شفتوش بره؟ كله طبعا حلم اي حد. عايز تضحك هو مش عايز يضحك عليك. طبعا هو حلم اي حد ان احنا ان هو يلعب في النادي الاهلي. النادي الاهلي علمنا حاجات كتير قوي يعني، علمنا مثلا ان احنا ما نستهترش باي ماتش، حتى لو احنا حتى لو هو ما نستهترش باي ماتش. كلنا فرقه واحده، اللي في الملعب زي بره الملعب، كلنا اخوات، احنا عيله قبل ما نبقى فرقه. برافو عليك. وطبعا علمنا ان احنا نفضل ندوس على نفسنا، مفيش حد مفيش حاجه اسمها مثلا حتى لو انا حاسس ان انا بنسبه 1% اخسر الماتش ان انا انزل ما العبش، لا طبعا انا انزل واموت نفسي. صحيح
طبعا يعني بين الاهلي يعني حاجه تانية بقى، حاجه كبيره طبعا. وكمان طبعاً انت محظوظ بتمرن في صاله مغطاه، بتتمرن في جو كويس، بتمرن في اكويبمنت او اجهزه نظيفه، جيم نظيف، نعمه لازم نستغلها عشان طبعاً تقدر تتطور بيها احسن اكيد. بس انا نسيت اسالك، انت مسك الاعلى مين هو؟ طبعا كابتن ابراهيم جمال حضرتك ربنا يبارك. ومين تاني بره بقى يعني في مصر هنا بره في انديه ثانيه؟ طبعا شريف جنيدي. طبعا شوي رومي جنيدي. رومي جنيدي. بره طبعا مثلا كوبي براينت، كايري ايرفينج، ليبرون جيمس. ليبرون جيمس. بس خد بالك برضو يعني دايما انا بسال ليه محليا وعالميا بيبقى يعني صعب شويه، لعيبه الام بي بيبقى لهم اجسام معينه شكل معين، بس مهم تتعلم منهم. بس يعني شايف ازاي، يعني شايف انت سكتك ازاي لغايه الدرجه الاولى؟ شايف ممكن تلاقي نفسك فين؟ هل محتاج تروح جامعه؟ يعني شايف نفسك ازاي؟ والله كل واحد كل مجتهد ليه نصيب طبعا. طبعا يعني انا شايف ان انا اجتهد دلوقتي مع المنتخب واتمرن كويس، كلنا اتمرن كويس في كاس العالم لو عملنا حاجه طبعا كل واحد ونركز طبعا في الماتشات. اكيد ان شاء الله الجامعات دي تيجي بعد الكاس العالم. يعني عندك الويلنج تطلع جامعه؟ طبعا. خد بالك في لعيبه تقول لك تيجي عند الجامعه تقول لك لا ماليش في الغربه يا عم انا عايز اقعد. انت يعني مفيش مشكله معاك؟ لا مفيش مشكله. طيب في لعيبه برضو بجامعات مصريين دلوقتي، في ايهاب، في انس، يعني شايف عايز تبقى زي مين في جامعه من الجامعات دي؟ طبعا انس. انس لويس فيلي احلى احسن جامعه هي بصراحه. يا رب يا رب نشوفك هناك ان شاء الله. ان شاء الله. طب عمر، طيب قول لي بقى انت شايف نفسك ازاي يعني، او شايف مستقبلك ازاي؟ عايز تحقق ايه؟ عايز توصل جامعه يعني؟ قول لي برضو. هو اكيد اي حد عايز يوصل لجامعات بره وبالذات امريكا عشان هي بقى اللي هي التوب في الباسكت. اكيد اكيد اي حد بيتمناها. وفي مثلا لو في مصر، لو كملت في مصر يعني عايز ابقى اكمل فيرست تيم في الاهلي يعني، ما اروحش اي فرقه ثانيه، ونجيب بطولات بقى كتير يعني، ونسعد الجماهير بتاعت الاهلي. والجامعات بقى ده حاجه لازم يعني لازم اي حد يسعى لها. طب يعني باباك ومامتك مش هيقفوا في طريقك؟ اصل ساعات ابهات يقول لك لا ابني ويقعد جنبي وبتاع. هم يساعدوني يعني. لا يعني هم مرحبين بالفكره ولا؟ مرحبين. مرحبين بالفكره. بس برضه يعني الدراسه برضه مهمه. ما طبعا ما انت رايح جامعه، ما انتش رايح تلعب بس، لا انت رايح تدرس. لازم بقى اللي هو اروح التزم في الدراسه والباسكت وكل حاجه، فكله يبقى متكامل يعني. طب عايزك تقول كلمه اخيره قبل ما نختم، يعني كلمه يعني عن طموحاتك بتوجهها لجمهور النادي الاهلي، كلمه قول كلمه اخيره كده. هو ان شاء الله احنا بنوعد جماهير الاهلي ببطولات السنه دي، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل في فيرست تيم بقى. و يلا ربنا يوفقك. يعني مؤمن عايز اسمع كلمه اخيره. طبعا احنا نوع جماهير برضو الاهلي اللي احنا كل البطولات السنه دي، وان شاء الله لو لينا دور في فيرست تيم ان شاء الله نجتهد ونعمل اللي احنا عايزينه وناخد بطوله ان شاء الله. طب محمد ايه؟ ان شاء الله هنحسب كل البطولات السنه دي ونفرح الجماهير برضو، مش هنخلي حد يعني يبقى متضايق من مستوانا السيزون ده. السيزون ده مستوانا هيبقى عالي ان شاء الله، وهنأدي كلنا ان شاء الله. البطولات كلها هتبقى في النادي ان شاء الله، ومع الفيرست تيم ان شاء الله. لو على هذا الفريق لحظات وارجع لحضراتكم جديد. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه زي ما قلت لكم الجيل ده عمل طفره كبيره، ثلاث بطولات بدون هزيمه دي بتبقى صعبه في السن ده. السن ده ممكن ياخد بطوله بس ممكن يخسر ماتش واثنين وثلاثه. مش كده بس، هم كانوا في ظهر الفريق الاول. الفريق الاول خرج من بطوله افريقيا مجهد تعبان في دوري المرتبط، خسر مباراتين ثلاثه في بدايه المباريات، ولكن الفريق المرتبط لما كسب كل مبارياته سهل المهمه كتير على طارق خيري، كابتن طارق خيري في الدرجه الاولى، وكان احد العناصر المهمه او الاساسيه في ان احنا حصلنا على الدوري المرتبط. الحقيقه جيل مميز، مجهود اتعمل، شغل حصل من 3 4 سنين عشان نلاقي جيل. وعلى فكره قطاع الناشئين كابتن طاهر رجب يعني طبعا مدير قطاع الناشئين او رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي، مجهود مستمر، شغل دايما مستمر عشان نشوف المنظر اللي احنا شايفينه. طبعا ضمننا في الاستوديو اللي برحم بيهم من كابتن احمد الجرحي المدير الفني لفريق النادي الاهلي تحت 16 سنه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا كابتن هيثم، ازيك؟ نورك. الحمد لله. وانضمنا طبعا لاعب الفريق او صانع العاب الفريق
اللاعب المميز ان شاء الله هيبقى له شأن كبير. عبد الرحمن بودي او بودي حسام، اهلا بيك. اهلا بيك، منورنا. انضمنا طبعا لاعب الفريق ادم خيري، احد اللاعبين المميزين ادم اللي كان ليه دور كبير جدا في حصول النادي او حصول الفرقه على ثلاث بطولات. اهلا بيك يا ادم، منورنا. الحقيقه طبعا يعني عايز اخش بسرعه في الكلام، اروح لكابتن احمد. يعني اكيد ثلاث بطولات يعني ما جوش من فراغ، ابتديت ازاي مع الفريق، اخترت العناصر ازاي في الاول، يعني كلمنا عن مشوارك في الثلاث بطولات. الحقيقه كابتن هيثم، في الاول طبعا هو المجهود ده مجهود مش السنتين اللي انا مسكتهم فيه، ده مجهود السنين اللي قبليها كمان، في مدربين محترمين اشتغلوا معاهم. بدايتي معاهم انا كنت بشتغل في كمدرب عام لفريق درجه اولى، اما نزلت مسكت الفريق المرتبط لوحدي. في البدايه كان الجيل اللي قبليهم جيل 2000 موجود بعض اللعيبه كتير منهم، بس انا من متابعتي للجيل ده في 14 سنه حطيت الاولويه للجيل 2001، ان هو الجيل اللي انا حسيت ان هو ممكن نطلع منه لعيبه النادي الاهلي. فكان اي تقارب في المستوى ما بين 2001 و2000 انا كنت بفضل 2001. فبقت القايمه عندنا 18 لعيب، منهم 14 لعيب مواليد 2001. ودي جديده على فكره، ان يبقى السن الصغير في الفريق هو الاكثر عددا. تمام، بس كان في عامل نفسي طبعا، هم في 14 سنه جيل 2000 وكان بياخدوا دايما معاهم اميز 3 او 4 من جيل 2001. صحيح. اتهزموا في 14 سنه مباريات سواء من الاتحاد او من السموحه، فكان في عامل نفسي ان هم ما عندهمش ثقه المكسب. صحيح. فما لعبنا اول سنه الحمد لله كسبنا، خدنا بطوله القاهره، وفي الجمهوريه اتغلبنا ماتش واحد، لعبنا 48 ماتش في الموسم ده، كسبنا 46 من 48 ما شاء الله. فده اداني المؤشر ان شاء الله السنه اللي جايه احنا راكبين، احنا هنركب باذن الله. طبعا الكلام ده كله جه بمجهود كل الناس، اولهم كابتن عاصم السعداني، الجهاز الفني الدرجه الاولى، كابتن طاهر رجب، زائد ان بصراحه العامل الاول في كل ده اللعيبه، اللعيبه شخصياتهم هم فعلا شخصيات تحس ان هي لعيبه اتربت جوه النادي الاهلي، واللي انا كنت بحاول ازرعه فيهم على طول ان يعني ان تيشرت النادي الاهلي يعني تقيله ما بيلبسهاش اي حد، الصغير هي بتكبره، اللي خبرته قليله خبرته بتزيد مع تيشرت النادي الاهلي، فهم بصراحه رجاله جدا. خالص، احنا كنا بنعمل جوابات غياب من المدرسه، حضرتك عارف ان السن ده بتعمله جوابات غياب عشان يحضر الماتش، لا احنا كنا بنعمل جوابات غياب عشان نتمرن الصبح ونتمرن بالليل، وكانوا بيلتزموا وكانوا هم اللي بيطلبوا. انا كنت بخلص التمرين، ممكن ملعب البنات حضرتك عارف عندنا ملعبين جنب بعض، بنخلص التمرين الساعتين بتوعنا بيبقى هم يا كوتش طب نكمل تاني، بنروح ملعب البنات نكمل نزود عليهم، هم كل واحد بعيد عن التمرين بينزلوا يشوطوا لوحدهم، بيخشوا الجيم لوحدهم، بس طبعا بيبقى بالتنسيق مع بعض عشان ما يبقاش في اوفرلود عليهم في الاصابات. فلما جت السنه الثانيه اللي هي اللي احنا فيها دي، انا كنت عارف ان المنافس الاقرب لينا هو سبورتنج، بس احنا كعامل نفسي كسبناه السنه اللي قبلها 5 مرات، فرقة محترمة جدا ومنظمين جدا، مدربهم كابتن شمس مدرب محترم، لعبناهم السنة دي 3 ماتشات فاينلز كسبناهم الـ3، وكان لينا هدف. أنا قلت لهم في بداية الموسم، أنتوا كسبتوا الجمهورية في 14 سنة، إيه الجديد لو خدتوا الجمهورية في 16 سنة؟ مفيش جديد. حاطط لهم هدف. الهدف بينقسم لحاجتين، أول حاجة أكبر عدد منهم يلعب في منتخب مصر، الهدف الثاني إن من 16 سنة تطلع تتمرن في الدرجه الاولى والجهاز الفني درجه اولى يحط عينه عليك. وده حصل وده بالنسبه لي هو مكسبي، يعني ده مكسبي. انا مكسبي مش الثلاث بطولات خالص، انا مكسبي ان 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 فعلا ما شاء الله كتير منهم لعبوا في المنتخب 5، وكان في طبعا بودي وادم يعني يستحقوا طبعا مع زمايلهم ان هم يكونوا متواجدين، وان انت تطلع من 16 سنه وحضرتك يعني عارف الكلام ده، تطلع من 16 سنه تتمرن درجه اولى دي صعبه قوي. طارق خيري كابتن طارق خيري استعان بيهم، صعبة جدا يعني، انت دي فترة لسه في فروق جسمانية كبيرة، لكن هم قدها، وانا عارف طموحهم وعارف شخصيتهم ان هم جوه الملعب، وده اللي اتعملناه مع بعض، ان احنا صحاب بره الملعب، ما بنتعاملش كمدرب ولاعيبة. اول ما نخش بين الـ4 خطوط خلاص مفيش هزار، في شغل، وهي شخصيتهم ساعدتني جدا جدا جدا، هم العامل الاول في المكسب قبلية وقبل اي حاجة جوه النادي. كلام محترم يا كابتن احمد، يعني وكلام ينم عن واحد فاهم هو بيعمل ايه. يعني اجي لك ادم، انت يعني اكيد الموسم ابتدى زي ما كابتن احمد بيقول، اشتغلت وكان عندكم هدف ان انتوا تاخدوا اكبر عدد من البطولات، يعني الموضوع كان فيه تعب، يعني وصف لي الرحله دي كانت ازاي. والله احنا يعني كابتن احمد كان يعني ما بخلش علينا باي حاجه من خبراته، كان بيمرنا صبح وليل، كناش بنريح خالص،
يعني كان بيشتغل معانا واحنا كنا من جوانا عايزين نعمل حاجه للنادي الاهلي. يعني كنا ما كناش بنلعب خالص، كان يعني بنشتغل على يعني في التمارين نشتغل ان احنا يعني ما بنحبش نهزر في التمرين، بره التمرين بنهزر بنعمل حاجه، لكن في التمرين احنا حاطين قدامنا ان احنا يعني في الدوري زي دوري مرتبط كان بقاله كتير قوي ما دخلش النادي الاهلي. يعني كان عايزين نعمل حاجه جديده ان احنا مثلا ما فيش جيل قبل كده خد 3 بطولات منطقه ومرتبط وجمهوريه، الحمد لله احنا اول جيل عملناها. يعني كان نفسنا نعمل حاجه للنادي الاهلي كبيره، يعني الدوري زي دوري مرتبط ده كان بقاله يعني فتره ما دخلش النادي، يعني الحمد لله تعبنا على قد ما قدرنا ان احنا كان نجيبه. وميزه كابتن احمد ان هو كان بيخلينا نفكر الماتش بماتشه، يعني مثلا عندنا مثلا ماتش اتحاد النهارده وعندنا الفاينلز سبورتنج، نفكر في ماتش الاتحاد لما نكسبه ونبتدي نفكر في ماتش سبورتنج. كلام يعني محترم وكلام واضح ان انت يعني شربت حاجات، يعني يمكن لعيبه في الدرجه الاولى ما بيعرف يعني مش مدركين الكلام ده. في لعيبه كتير مش في قصدي يعني لعيبه لعبت على مستوى الدرجه الاولى ما بيقولوش الكلام اللي انت بتقوله ده يا ادم. يعني حته ان انت تبقى عارف احترام الخصم، تركيز في التمرين، الحاجات دي مهمه جدا. طب يعني عايز برضه اسالك، هل عدم وجودك مع المنتخب ضايقك شويه، هل ولا شايف ده دافع اكبر ان انت تبقى جوه المنتخب؟ هو يعني اي لعيب مكاني كان هيتضايق، يعني بس هو طبعا ده اداني دافع كبير قوي ان انا اشتغل على نفسي من اول فتره اللي انا عرفت فيها ان انا مش في ال 12 لحد منتخب الدرجه الاولى. برافو عليك. يعني مش عشان اطلع بس كاس العالم، لحد منتخب الدرجه الاولى اشتغل على نفسي لحد منتخب الدرجه الاولى لحد ما اوصل لهم ان شاء الله. كلام محترم جدا جدا. يمكن بودي برضو اجيلك، انا بشوفك بتمرن ما شاء الله كتير لوحدك وبشوفك حتى مركز حتى وانت صغير، كنت كلمتك مره وقلت لك يعني ان شاء الله هتبقى ليك شأن كبير. شايف السنه دي فادتك ازاي؟ شايف الرحله دي علمتك ايه؟ شايف ان انت خليتك عالت بسقف طموحاتك؟ يعني كلمني عن الانجاز ده. هو يعني في موضوع المنتخب، هو يعني الحمد لله هي وجهه نظر يعني، وانا بحترمها كويس جدا. وكان كابتن احمد اول ما الموضوع ده حصل هو كان اكتر واحد واقف جنبي الفتره دي، وخلاص هي الحمد لله نصيب وانا الحمد لله راضي بنصيبي. هي فتره عدت وخلاص من ثاني يوم على طول ابتدى انزل لوحدي اتمرن لوحدي زي كل سنه، وان شاء الله هكون قد المنتخب ده 100 مره ان شاء الله في كاس العالم نعمل حاجه ما حصلتش قبل كده. كلام وكابتن احمد كان سبب كبير جدا في اللي هو في موضوع المنتخب وموضوع ان انا اكون ليا مستقبل كبير، كان كابتن احمد فيه سبب كبير جدا الموضوع ده. كلام محترم. يمكن انت بتقول صفحه المنتخب انا قفلتها، بس كل الاحترام للاختيارات، وهو ده اللي بيعلمنا النادي الاهلي هو الالتزام والانصياع الكامل، سواء يعني مع الفريق او مع المنتخب. ان شاء الله تتوفق وتكون ان شاء الله اكيد مع منتخب مصر يعني مراحل كبيره جدا. بس قول لي السنه دي برضو اكيد فادتك بحاجه، اكيد وجودك كصانع العاب مع هذا الجيل يعني علمك حاجات، كلمني عن الرحله دي استفدت ايه وايه اللي انت فدت بيه فرقتك؟ هو انا تقريبا كابتن احمد ما بخلش علينا باي حاجه، هو كان دايما معانا في كل وقت، كان كل يوم بيتمرن تقريبا. ما فيش عندنا يعني فرقتنا كلها ما فيش فيها واحد يعني كابتن عزيز هو نجم، يعني كلنا زي بعض وكلنا بنتمرن عشان لا نوصل بس النادي الاهلي هو ياخد بطوله، ما حدش بيفكر في نفسه قد ما بيفكر في فرقته. هو ده اللي علمنا كابتن احمد، علمنا الروح، علمنا امتى الفرقه اللي احنا بنلعب بيها مش اي فرقه بنلعب بيها. فدي الحمد لله فادتني كتير جدا في الحياه عامه، يعني ان احنا نتعب عشان نوصل لحاجه معينه، مش حتى لو احنا احسن فرقه دي بتيجي باللي احنا نقعد في البيت وكده، المفروض نتعب اكتر عشان نسبه الناس كلها ان احنا نبقى احسن فرقه. وان شاء الله يعني مع كل سنه بنزيد اكتر، وان شاء الله من اول سنه 18 لحد الدرجه الاولى مفيش بطوله تخرج بره النادي ان شاء الله. طب انت شايف انضمامك او كابتن طارق خيري صعدكم مجموعه تتمرنوا مع الفريق الاول وانتوا لسه عندكم 16 سنه، شايف ده هيفيدك ولا لا؟ طبعا هيفيدني كتير جدا ان انا اخد خبره مثلا مع كابتن زي مودي جرحي او كابتن مهند صباغ، لعيبه ليها اسامي كبيره جدا ولعيبه عملت تاريخ نفسها. يعني الفرق بيننا كبير، بس يعني اقدر اخد خبره معاهم واقدر اتمرن معاهم، دي حاجه هتفيدني انا في مع 18 لحد ما اطلع درجه اولى عشان اكون جاهز اكتر من دلوقتي، يعني دي هتفيدني خبره اكتر. وانت ادم شايف ده يعني؟ طبعا دي فده لاي لعيب، لعيب من 18 سنه يطلع يلعب مع الدرجه الاولى هياخد خبره غير طبيعيه، ان هو لما يجي ينزل يلعب مع فرقته هيبقى في فرق كبير قوي. صحيح. هتسهل علينا الماتشات، هيبقى في خبره عاليه، هيبقى في تحمل اكتر، في تفكير غير التفكير. لما بتلعب مع لاعب اكبر منك في الملعب واكبر منك وجسمانيا وخبره عنك طبعا وسنا، هل يعني بتلعب برجوله ولا بتقول لا ده اكبر مني؟ يعني كلمني عن تمرينك مع الدرجه الاولى، بتلعب برجوله ولا وبتخش وبتزق وكده ولا بتبقى لسه في حته رهبه شويه؟ لا هو يعني في الاول اول تمرين الصراحه كنت يعني كان في الاول قلقان شويه توتر على طبيعي، بس لما دخلت مع يعني بقيه اللعيبه
كابتن سيف سمير وكابتن مصطفى الشافعي حسسوني ان انا يعني زي اخوه, ما فيش فرق ما بيننا, ما حسيتش خالص باي حاجه. وحسوني كابتن سيف سمير كان يقول لي العب جامد, خش زقني, نط يعني, العب بقوه, ما تخافش يعني, عادي يعني, ما فيهاش حاجه. ومفروض اصلا يعني من غير ما كانوا يقولوا لي المفروض انا كنت العب على كده عشان يبقى لي مكان في الدرجه الاولى. صحيح. يعني برضو بيتهيألي شخصياتكم, انا قعدت معاكم اهو, شخصياتكم شخصيات مركزه, شخصيات عايزه تعمل حاجه, وهو ده الجديد وده الحلو. لازم انتوا وجودكم معايا النهارده ده رساله للاصغر منكم, ان اللي هيشتغل هيلاقي في يوم من الايام يعني تعبه هيبقى هيترجم لبطولات, هيترجم لمستوى, هيترجم لحاجات كتير جدا. طيب خليني برضو اسالك ادم, انت اكيد لك مثل اعلى جوه النادي وبره النادي, انت شايف نفسك مين اللي ممكن تبقى زيه واكيد ممكن تبقى يوم احسن منه؟ وانا الصراحه مصري الاعلى في الدرجه الاولى كابتن طارق غنام, بس يعني عشان اكون زيه او احسن منه محتاج شغل كتير جدا. اكيد جدا جدا اكيد. كابتن طارق غنام مش من اي حد يقدر يكون في مستواه. اكيد طبعا, او يعدي يعني التاريخ كبير جدا. طيب بالنسبه للمستوى العالمي, انا العالمي انا بحب في الـ NBA لعيب انتوني ديفيس. شايف نفسك فيه وشايف نفسك تقدر تأدي زيه كده؟ اربعه يا طب انت ابودي هنا وبره؟ في مصر شايف كابتن مودي جاحي وكابتن مهند صبار, ان شاء الله على مستوى عالمي ستيفن كيري وكيري ايرفينج. بالظبط. انت مركز على البوينت جاردات ومركز, عايز تبقى واحد صرف يعني, عايز تبقى بوينت جارد صرف, بس ان شاء الله تبقوا احسن باذن الله. يعني كابتن احمد اجيب لك برضه حته دعم النادي الاهلي المستمر ليك, او دعم النادي الاهلي للي بيشتغل واللي بيتعب, يعني شايف الدعم ده بيعود ازاي على قطاع الناشئين واللي انت تعتبر فيه يعني ضلع كبير؟ بصراحه يعني كل انا اشتغلت سنتين في الجيل المرتبط, كان كل الدعم من مجلس اداره النادي الاهلي والنشاط الرياضي كابتن عاصم السعداني. صراحه مفيش حاجه ما عملوهالناش, يعني اي معسكرات بنطلبها بنروحها, يمكن وافقونا على طول اول ما جالنا الدعوه للاشتراك في بطوله دبي الدوليه, سافرنا لعبنا في بطوله دبي الدوليه ولعبنا فرق كبيره زي بايرن ميونخ. خدنا تاني بارتيزان, لعبنا مع بارتيزان في الفاينل, وبارتيزان طبعا عارف المدرسه الصربيه ولعبت قدامها طبعا, عارف ان الفروقات كبيره جدا. احنا كسبانين 38 دقيقه ونص, يعني خسرنا بكورتين في اخر الماتش. بارتيزان ده من اقوى الفرق في اوروبا يا جماعه, عشان بس اللي بعارفين بارتيزان اللي لعبناه, لان الفريق 16 سنه النادي الاهلي سفره يلعب بطوله دوليه في دبي, كان مشارك فيها بارتيزان وفرقه كمان من المانيا بتظن يا كابتن بايرن ميونخ, ولا بايرن ميونخ, والحقيقه خدنا فيها تاني. فدي يعني كان الجيل ده مبشر, والنادي الاهلي ما بخلش, يمكن كان اول فرقه 16 سنه على مستوى مصر كلها تشارك في بطوله دوليه في الاخر, وكنت انت فاق معاهم يا كابتن. بالظبط. ويمكن كمان المعسكرات ما يعني ممكن يكون دايما غالبا, يعني حضرتك عارف ان الدرجه الاولى دايما بتعسكر في فنادق مختلفه عن الناشئين. صحيح طبعا. لا ما حصلش, يعني كابتن عاصم النشاط الرياضي وكابتن طاهر الدرجه الاولى كان قاعده في الدرجه الاولى, الفرقه المرتبطه بتقعد معاهم, دي كمان بتقرب اللعيبه الصغيره من اللعيبه الكبيره, يعني شوف قدوته, بيشوف تصرفه ازاي, يعني بيحاول ان هو يقلده في تصرفاته, يعني ممكن بيكون بتكبره بدري, يعني بتكبره بدري حتى خارج الملعب. انا شايف ان بره الملعب لا يقل عن داخل الملعب طبعا, اهميه طبعا, لان الثقافه دايما الرياضيه للناشئ دايما هي بره الملعب. فلا الحمد لله النادي ماشي شغال كويس جدا, مش في السنتين دول, النادي بقى له على الاقل 7-8 سنين صحيح شغال في قطاع الناشئين بطريقه كويسه. الحقيقه كابتن طارق رجب يعني الحق يقال الراجل لا يقل طبعا, وكابتن طارق خيري معاه الحقيقه بيوفروا كل ده. بس انا عايز بس اقول حاجه, انتوا بتعملوا حاجه كويسه جدا برضو يا كابتن, بيبقى عندك جيل مثلا لما بيضموا جيلين على بعض بيبقى عند الاهلي تخمه في اللاعبين ما شاء الله, عدد كبير جدا من اللاعبين, بتعملوا انتوا حاجه يعني برضو بتحكيها لنا على الهواء عشان تحافظ على لعيبه النادي الاهلي؟ الحقيقه احنا النادي الاهلي عنده مبدا انه ما بيعملش فرقتين الف وب, يعني النادي الاهلي دايما عنده مبدا يقول لك لا انا ما فيش اهلي لاعب اهلي, يعني الموضوع ده مش من سياسه النادي الاهلي, فممكن بنعملها بشكل غير مباشر عشان نفيد الاولاد كخبرات. احنا بيبقى طالع لنا زي السنه اللي فاتت كان عندنا جيل 2002 جيل كويس بطل برضو, بس كان بعيد شويه عن جيل 2001, طلعناهم فرقه للشرقيه الدخان اعاره يلعبوا في دوري مرتبط, فلعبوا ال 40 50 ماتش كاملين, استفادوا بخبرات كبيره جدا, اتمرنوا مع مدرب كويس, رجعوا لنا النادي الاهلي السنه دي يبداوا يلعبوا معانا, وطلع السنه دي 2003 على 2002. طبعا 2003 حضرتك عارف من 14 16 دي سنه يعني بتبقى سنين بلوغ, ففي فروق فرديه كبيره جسمانيه اكتر من فنية. مهاريه او فنيه, ف
فدايما العامل البدني ده بيفرق جدا في 16 سنه. صحيح. فكون ان الولد يروح يلعب سنه كامله بيلعب بياخد 40 50 ماتش دي تحت عينين النادي الاهلي برضه تحت لا بيتمرنوا جوه النادي الاهلي كمان يعني انتوا بتوفروا لهم بنوفر لهم تمرين او اثنين وثلاثه جوه النادي وبنلعب معاهم ماتشات وديه على طول بحيث ان يبقى في احتكاك ما بين الاولاد ويحس ان هو ما خرجش جوه يعني من بره النادي بتاعه. ودي فكره احنا بصراحه حلوة جداً يعني. بدأناها السنه اللي فاتت واثمرت والولاد كويسين ويعني كانوا بداوا اول مره مثلا في تاريخ النادي الشهيد خان ياخد ميداليه في بطوله الجيزه كان على ايد الولاد بتوعنا رغم ان هم اصغر بسنه عن الجيل اللي بيلعبوا قدامه. فكره كويسه وبتهيألي فكره كويسه طبعا وفادت ثمارها والنادي الاهلي ما بيفرطش في اولاده يعني بيسيبهم يرجعوا له تاني طبعًا. يكون مستواهم احسن كلهم يعني انا احنا روح اعاره السنه اللي فاتت 11 لعيب انا متسجل معايا السنه دي منهم تسعه استفاد وعلي طبعا تسعه ده رقم كبير من 11 يعني أكيد. طب انت قول لي يعني شايف طموحاتك انت على المستوى الشخصي كمدرب يعني عايز توصل فين يعني انا يعني انا عارفك على المستوى الشخصي انت من المدربين القليلين اللي بيبقى ليه استراتيجيه وبيلعب المباراه باستراتيجيه سواء هجوما او دفاعا وكمان ليك استراتيجيه كتدريب طبعا. انت شايف يعني لا ما شاء الله دي حقيقه يعني بس انت شايف نفسك عايز توصل لفين شايف طموحاتك ايه؟ والله انا طموحاتي يعني الحمد لله ما لهاش حدود يعني اي مدرب طموح يعني اتمنى انا كانتمائي النادي الاهلي اتمنى ان انا اوصل في يوم من ابقى مدير فني النادي الاهلي مدير فني منتخب مصر حقك طموحك على المستوى انا دايما كابتن هيثم مش بحب اشتغل في حتى لما اشتغلت في فرقه ناشئين انا كنت الاول اشتغلت 3 سنين في الدرجه الاولى لما اشتغل في فرقه الناشئين مش بشتغل انا بحب اعمل ايه يعني جيل 2001 كان بالنسبه لي زي مشروع انا شرحته لحضرتك مش مشروع البطوله ان احنا نكسب بطوله ياما اخذنا بطولات في قطاع الناشئين ياما اخذنا بطولات وفي الاخر مفيش حد كان بيطلع من الاجيال لكن كان المشروع بتاعي كان لعيب مثلا قاعد مع حضرتك قبلينا يوسف المعداوي يوسف كان بيلعب بيفوت بوزيشن 4 و 5 يوسف انا قلبته بوزيشن 3 ما شاء الله استجاب بسرعه جدا وان هو يبقى طوله يعني معدي 190 تحت 16 سنه وبيلعب في البوزيشن ده دي حاجه ممكن كويسه ممكن تغييرتك دي فتحت له السكه هيبقى ممكن دي ممكن توديه لمكان بعيد جدا ان هو الولد عايز ان هو صحيح. ما شاء الله عليه هايل ونفس الكلام يعني انا معودهم طوال قصيرين مش بايدهم ببوزيشن انا عندي اعتراض جدا عن اللي بيايد في السن ده لعيب ببوزيشن انت تلعب اربعه لا لازم يلعب كلهم بيعرفوا يعملوا دريبل كلهم بيعرفوا يشوطوا كلهم لازم يكونوا بيعرفوا يخشوا لو حصل سويتشات اللي هو تغيير من مان لمان يعني ادم لما يمسك بودي ما ينفعش بودي يعني الطبيعي بودي يقدر يخش لا يقدر يدافع عليه ادم لا يقدر يدافع على بودي هو ده الاستراتيجيه اللي احنا اشتغلنا بيها فدايما بحب اشتغل تدريبيا ان انا يبقى عندي مشروع انا حاطه قدام عينيا مش بشتغل هو انا مدرب في النادي الاهلي وفرحان وماسك اي فرقه لا يعني هو بالنسبه لي لازم يكون في رؤيه يعني ما شاء الله يعني نجحت باقتدار يا كابتن احمد ربنا يخليك وربنا يوفقك دائما ابدا في مشوارك يمكن برضو اخد كلمه من ادم يعني قول لي طموحاتك ايه يعني كلمه اخيره حتى توجهها لجمهور النادي الاهلي وانا طموحاتي يعني ان شاء الله نفسي من يعني دلوقتي لحد الدرجه الاولى يعني ما اخرجش بطوله بره النادي الاهلي نفسي ما فيش ولا بطوله من اللي هلعبهم ان شاء الله مع النادي الاهلي ما فيش ولا بطوله تخرج بره نفسي اجيب للاهلي كل البطولات طب وكلمه للجمهور تقول له ايه على فكره الجمهور متابعكم يعني بشده لان اي جيل بيكسب اكيد الجمهور بيبقى لا الجمهور يعني الصراحه كان مع كابتن يعني ساعه 16 كان ورانا في كل حته كان بيسافر لنا حتى في بطوله دبي كان في ناس صحيح الجمهور اللي سافروا لنا دبي وكانوا موجودين معانا يعني احنا ان شاء الله يعني هنحاول نفرحهم على قد ما نقدر يعني هنحاول يعني نجيب لهم كل البطولات ان شاء الله جمهور النادي الاهلي ده اصلا يعني اهم حاجه قبل اللعب قبل كل حاجه رقم واحد الجمهور رقم واحد يعني غير الجمهور مش يعني مش عارف نلعب كلام جميل وكلام محترم بودي يعني طموحاتك وكلمه تقولها لجمهور النادي الاهلي هو طموحاتي مع في حياتي انا الشخصيه يعني ان شاء الله باذن الله يكون هدف اللي هو منتخب ان شاء الله درجه اولى ودرجه اولى مع النادي الاهلي واقدر احقق كل البطولات ان شاء الله من اول 18 لحد ان شاء الله فيرست تيم ان شاء الله وانا بنوعد يعني مش انا بس اللي بوعد كلنا ان شاء الله جيل 2001 كله بيوعد جمهور النادي الاهلي اللي ما فيش بطوله ان شاء الله من اول 18 لحد الدرجه الاولى في بطوله ان شاء الله تخرج بره النادي والنادي الاهلي هيرجع لمكانته الطبيعيه وان شاء الله يعني هنقدم المسؤوليه دي وقد الدعم ده كله وهنكون قد المسؤوليه ان شاء الله. شاكر جدا يا بودي نورتني وشرفتني والتوفيق وربنا يكرمك ومزيد من التوفيق ليك ولكل جيلك ان شاء الله. ربنا يخليك. ادم متشكر جدا نورتني وشرفتني وان شاء الله نشوفك في منتخب مصر الكبير زي اللي بتحلم باذن الله. شكرا. كابتن احمد
نورتني الحقيقه، وكان لقاء جميل وسعدت بيه وسعدت بكلامك عن الباسكت وحماسك، وان شاء الله ربنا يكرمك ويديك على قد مجهودك يا كابتن. ان شاء الله ربنا يخليك يا كابتن هيثم، انا اتشرفنا ان احنا كنا مع حضرتك النهارده. اهلا بيك يا كابتن نورتنا. اعزائي المشاهدين، وقتنا مر سريعا في ملوك الصالات. الحقيقه الواحد بيبقى سعيد جدا لما يعني بيلاقي اجيال وبتسلم اجيال وبقى في حماس زي ما شايفه مع اللاعبين. كمان حطينا الضوء على بعض اللوائح اللي اتحطت واللي حصل فيها يعني ظلم مع النادي الاهلي، اتكلمنا عليها برضو. وكان معنا طبعا نجوم الاسكواش وكابتن ناصر زهران. الحقيقه يعني نتمنى نكون اسعدناكم بالحلقه دي. انتظرونا الجمعه اللي جايه ان شاء الله في حلقه جديده من ملوك الصالات. هنشتغل اسبوع كامل بحيث ان احنا نقدم لكم ما هو جديد في ملوك الصالات. شكرا جزيلا على متابعه حضراتكم، نلقاكم ان شاء الله يوم الجمعه القادم. شكرا جزيلا.